السلام عليكم أصدقائي، اليوم حلقة جديدة وحوار ساخن جديد حول موضوع من يعتبر من المواضيع الكبيرة والخطيرة والأساسية في الدين الإسلامي. شخصيا هذه محاضرتي راح تكون عنوانها هو أنا توصلت بالأدلة بأن الإسلام هو عدو الإيمان أو لا حاجة له بالإيمان. الصديق محمد صالح عنده طرح خاص ومختص بمساله يعني بالعلوم الدينيه والاسلاميه تحديدا، وراح يقدم لنا قراءته لمعنى ومفهوم الايمان لغه واصطلاحا وكما جاء في علوم العقيده والفقه الاسلامي. هذه الحلقه راح انوه انه راح تكون من قسمين رئيسيين، القسم الاول راح يتناول قدم طرح الأخ محمد، وأنا بعد ذلك راح أجي أقدم طرحي الخاص بالموضوع، وبعدها راح يصير حلقة مفتوحة للنقاش المعلقين والأصدقاء، وأيضا ممكن يشارك أي شخص بطرحه، وأحب أنطي فكرة للجميع بأنه موضوع الإيمان راح يكون باب مهم ممكن أن يتواصل على مدى الفترة القادمة، وهو أيضا ممكن لأي شخص يقدم طرح الخاص، وممكن أن يرسل لنا مادة مالته مصورة أو صوت فقط، وممكن ننشرها باسمه بشكل مستقل ويعتبره صوت ضمن الأصوات الكثيرة أو المتعددة اللي راح تشارك موضوع الإيمان في الإسلام تحديدا أو الإيمان بشكل عام، يعني سواء معظم الأديان أو الإيمان، يعني أكو إيمان فلسفي، أكو أنواع لا تحصى من الإيمان، لكن موضوعات الإيمان هي موضوعنا الأساسي واللي راح يكون عليه تغطية قدر المستطاع. وأكرر أرحب بجميع المشاركات على اختلافها، لأن هذا القناة هي للجميع وليست حكرا على أحد، إنما هي باسم فقط، وإنما أتيح الفرصة للجميع ليكون هناك حوار ونقاش جدي وموضوعي ولا يعتمد على السياقات الجاهزة المعتادة. وأترك لكم الآن الصديق محمد صالح ويقدم طرحه الخاص، فنرحب به وأهلا وسهلا والساحة مفتوحة أمامه. أهلا وسهلا. شكرا جزيلا أستاذ منصور للمرة الثانية والثالثة، وسعيد بهذه اللقاءات والحوارات، وأتمنى أنه الطرح يكون مفيد للجميع والموضوع يكون شيق وذي فائدة. طيب، اليوم طبعا مثل ما نوه الأستاذ منصور الكلام عن الإيمان، والإيمان في يعني لما نتكلم عن الإيمان نتكلم عن مجموعة من الأمور قد لا يتوقعها الإنسان المؤمن في بدايته وما يترتب على هذا موضوع الإيمان، ولكن نحن لا نستطيع أن نغطي جميع أنواع الإيمان، ولكن على الأقل نحاول أننا نحصر الموضوع في الإيمان الإسلامي. و والإيمان الإسلامي هو بحد ذاته يعني موسوعة كبيرة صراحة، لأنه يتناول ويتضمن عشرات المسائل والأفكار والتصورات التي كان لها بالغ الأثر في حياة الناس خلال 1400 سنة وأكثر، ولا زال، لأن كما سيظهر خلال الحديث أن هذا الإيمان هو ليس فقط مجرد تصور خيالي فانتاسيا، وإنما ترجم إلى واقع في حياة الناس، وكان له آثاره السلبية والإيجابية، لأننا على طريقة يعني أنه دائما هناك نسبة من الخير في الشر ونسبة من الشر في الخير، لا نستطيع أن نجعل شيء شر محض أو خير محض، يعني دائما هناك هذا. طيب، ابتداء كالعادة نحاول أن نفسر ونمر بطريقة سريعة أو بمرور سريع هكذا على التعريف اللغوي والاصطلاحي أو الشرعي لكلمة الإيمان. الإيمان هو لغة قالوا هو التصديق، وكذلك قالوا أنه الإقرار كذلك، أي بمعنى أنك تصدق وتقر بحقيقة أو بخبر أو بموضوع ما بحيث أنك أصبحت مؤمنا بهذا الشيء. فإذا ولذلك قال أخوة يوسف في القرآن، قال وما أنت مؤمن إلا ما كانوا يخاطبون أباهم، قال وما أنت مؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني أنت ما راح تصدقنا حتى لو كنا صادقين، يعني أن هذا الإيمان كان عبارة عن شو، عن التصديق هنا. وطبعا هناك تفسيرات أخرى، ولكن في المجمل يعني مثل ما قالوا أن الجمهور هو على
لأن الإيمان هو التصديق وكذلك الإقرار قال بعضهم أضاف إليه. لحد هذا الكلام نحن نعرف أن الأديان تأتي وتستخدم اللغة المستخدمة عند الناس، ثم يقوم رجالات الدين برسم معالم خاصة بالدين لهذه المصطلحات أو لهذه الكلمات التي يتناوبها الناس، مثل الصلاة مثلا. نحن نعرف أن الصلاة معناها في اللغة الدعاء، ولكن الدين أتى الدين الإسلامي والعلماء والمشايخ وكذا رسموا طريقة معينة لهذا الدعاء، وهو المعروف عندنا بالصلاة، هذا الذي حركات والعبادات والأذكار التي يقوم بها المسلم في اليوم والليل. طيب، أما اصطلاحا أو شرعا الإيمان ما هو؟ هنا هذا الكلام الذي يأتي ويعطي تعريف واضح لهذا الكلام هو مجازف. لماذا؟ لأن هذا التعريف لو كان واضح ما كان صار هذا الخلاف الذي نحن نراه اليوم. فالإيمان في الإسلام نحن لا نستطيع أن نقول هذا هو الإيمان فقط، مثل ما فعلنا في الإسلام في موضوع تعريف الإسلام. ليس لدينا تعريف واضح شامل كامل جامع مانع لكلمة الإسلام، كذلك لا يوجد لكلمة الإسلام. نعم لدينا نصوص أدخلت مسائل في الإيمان. مثلا عندما سئل النبي محمد قيل له وما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن باليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. طيب هذا الكلام يا شو، كيف يكون الإيمان بالله؟ كيف يكون الإيمان بالملائكة؟ هنا يجي شغل العلماء. إذن هذا التفسير لمثل هذه النصوص المجملة التي ليست مفصلة وليست قادرة على تحديد المعنى بشكل شامل مانع جامع لجميع طبقات الناس، هنا سيحتاج الناس إلى كهنة علماء مشايخ لكي يقوموا بهذه التوضيحات. وهنا طبعا قدموا توضيحات كثيرة جدا، مثلا من أشهر التوضيحات التي مثلا معروفة عند بين قوسين عند أهل السنة والجماعة هي وتوضيح وتعريف ما ذكروه بهذا المعنى. الإيمان هو إقرار بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان ويزيد وينقص كما أتى به الطحاوي ويتفاضل به ويتفاضل فيه أهله، يعني حسب أنت درجة الإيمان عندك أنت تكون أفضل من فلان، وهذا شغلة طبعا غير معروفة وغير ممكن معرفتها أصلا. طيب إذن الإيمان لغة تصديق إقرار، والإيمان اصطلاحا هذا تعريف أهل السنة والجماعة، ولكن هذا تعريف كذلك مطاطي. إيش يعني؟ وهنا لابد أننا نعرف شغلة مهمة جدا، يعني الآن لما نذكر الإيمان مع الإسلام نرى أن هناك في نصوص واضحة أنها فرقت بين الإسلام والإيمان، وفي نصوص أخرى أنت ستضطر أنك تجمع بين الإيمان والإسلام، بمعنى أنهم يكونوا مرادفين لبعض، يعني بمعنى أن الإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإيمان. فهل يمكن أن يكون الرجل مؤمن ولا يكون مسلم مثلا؟ يعني صعب هذا الشيء. وهل ممكن أن يكون مسلم ولا يكون مؤمن؟ لا يمكن هذا الشيء. لماذا؟ لأن أنت من أركان الإيمان وأنك أن تؤمن بالله، مثل ما أتى هذا في نص يعني واضح أن تؤمن بالله. وإذا أنت لم تكن تؤمن بالله هل ممكن أن تكون مسلم أصلا؟ فإذا هذه عملية أننا نقول أن الإسلام درجة والإيمان درجة أخرى، هذه العملية ليست أكيدة، وهذا بسبب تعارض النصوص مع بعض. ولذلك الذين اشتغلوا في هذا المجال، الذين دائما ما يحاولون أن يوفقوا بين النصوص المتعارضة، ماذا قالوا؟ قالوا لا، مفهوم الإيمان والإسلام إذا اجتمع في نص واحد كان لكل واحد منه مدلوله وتعريفه، وإذا اختلف كان لكل واحد منهما مدلول الثاني أيضا. بمعنى قالوا ماذا؟ قالوا أن إذا أتى نص فيه بني الإسلام على 5 مثلا، قال هنا بني الإسلام على 5 يدخل فيه تعريف الإيمان كذلك، وهو الذي قالوا عنه إقرار بالقلب ونطق باللسان وعمل الجوارح والأركان. وكذلك قالوا إذا اجتمع في نص واحد مثل ماذا؟ مثل قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم. قالوا هنا أرادوا ماذا؟ قال الأعراب هم الذين كانوا يعني خارج الدائرة المدنية أو الدائرة التي تدخل في حكم الناس والحياة المدنية والذين ملتزمين بالدين، هؤلاء الناس الذين هم يعني بالاسم اسمهم مسلمين. فلما قالوا أننا مؤمنين قالوا لا، أنتم لست تقولوا لم لا تقولوا أمنا وقولوا أسلمنا.
أي بمعنى أنكم لستم مؤمنين أي أنكم مسلمين، فكيف إذا لستم مؤمنين؟ إذا الإيمان هنا دخل فيه موضوع الإيمان بالملائكة وما شابه، ما يمكن أنك تقول لهؤلاء الناس أنكم غير مؤمنين وإنما أنتم أسلمتم، فكيف يكون الإنسان مسلم وهو لا يؤمن بالله؟ وهذا كما قلت يعني هذه أيضا من الثغرات الكبيرة جدا في الفرق بين الإيمان والإسلام الذي تناوله العلماء. ولذلك موضوع الإيمان والإسلام نحن لا نستطيع أن نعرف بالضبط حدود هذا مع حدود هذا وواقعية هذا الطرح الذي يقول به الغالبية الساحقة من السلفيين مثلا، يعني الغالبية الساحقة من السلفيين يقولون بهذا التفسير، يقولون أن الإيمان والإسلام إذا اجتمعا في نص افترقا معناهما، وإذا افترقا في نص اجتمع معناهما، وهذا الكلام يؤكد أن هذا الكلام صحيح. ولكن بعض الناس قالوا لا، الإيمان هنا هو معنى أنك تأتي وتقول أنه هو أصبح لديه درجة زائدة عن التقوى. قالوا يعني كيف؟ قال هذه يسموها مراتب الإيمان. يعني إيش يعني مراتب الإيمان؟ يعني أنت في البداية تكون مسلم عادي، ثم بعد ذلك يرتفع إيمانك أكثر فتصبح مؤمن، وبعد ذلك يرتفع إيمانك وتصبح محسن. وهذا الكلام مع الأسف الشديد الآن ليس هناك وقت كافي لكي أدخل في تفصيله، وإلا لبينت أن هذا الكلام فيه من التناقض وفيه من الثغرات العقلية والمنطقية، وكذلك من أصل النص نفسه، يعني ما لا يحصى. فلا يمكن أن يكون الإنسان أن يأتي نصوص الإسلام والإيمان والإحسان في نص واحد ويعطي كل واحد هذا المعنى الذي أنت تقول فيه ارتفاع مراتب الإيمان، وبعد ذلك تأتي وتقول لا إذا اجتمعا في نص اختلف معناهما، وإذا اختلفا في وإذا تفرقا في نص في نص اجتمع معناهما أو بالعكس. طيب، فإذن هذه النقطة مسألة أن الإيمان والإسلام لهما مدلول واحد في حالة ذكر إذا ذكر أحدهما، ولهما مدلولين في حالة إذا ذكرا مع بعض، هذا الكلام غير سليم أبدا. وهذا الذي مثل ما قلت في البداية أن علماء الإسلام خلال 1400 سنة يحاولون دائما أنهم يوفقوا بين هذه النصوص المتعارضة. هذا طبعا إن دل على شيء يدل على أن الذي كان يكتب هذه النصوص أو الذي كان ينقل هذه النصوص أنه ما فكر فيها بهذه الطريقة التي نحن نفكر فيها اليوم، وأن الناس كانوا كذلك على درجة بدائية جدا من الوعي ولم ينتبهوا لمثل هذه الأمور. طيب، نحن نعرف أن موضوع الإيمان كان له غاية الأثر وتأثير كبير جدا جدا في إشكالية الفرق الإسلامية، في اختلاف الفرق الإسلامية. فلماذا يعني نقول هذا الكلام؟ لأنهم لما اختلفوا في معنى الإيمان اختلفوا في حدود العلاقة مع هؤلاء المؤمنين. لماذا؟ لأن ما إنما المؤمنون إخوة. طيب، إذا أنت ما كنت أخي بمفهوم المخالفة ماذا ستصبح؟ إنما غير المؤمنين ليسوا إخوة. هذا هو المعنى الكلام. أما لماذا هو حصر الأخوة بالإيمان؟ مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى له عضو استدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. طيب، إذا ما كان مؤمن لا يدخل في هذا النص. بالإضافة إلى هذا، لما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أولي الأمر هنا هم العلماء والأمراء بالإجماع. طيب، إذا ما كان منكم يعني ما كان من المؤمنين، ما أصبحت له ولاية، ما أصبحت له طاعة، ما أصبح له حكم ولا خلاف. ولذلك هم أجمعوا بالإجماع، قالوا أن الإنسان إذا خرج من الدين سقطت ولايته، لأن من شروط أو من أركان صحة الولاية أن يكون الإنسان مؤمن. أتأمل هذا الكلام. فمثل هذه الأحكام التي هي تبنى على الإيمان، إذا انعدم الإيمان تنعدم هذه الأحكام. وهذا مثل ما فسره الفقهاء، قالوا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. أنت إذا عندك حكم هذا الحكم له علة، وإذا كان هذه العلة هو الإيمان، فإذا افتقد وعدم الإيمان افتقد وعدم الحكم أصلا. وهذه إشكالية، طبعا هذا فلسفيا أو نظريا لما نتكلم فيه هذا ما له أي قيمة. لماذا احنا جالسين في رفاهية فكرية على الإنترنت؟ لا قيمة لهذا. ولكن تصور أنت مثلا رجل تحكم ملايين الناس وتحكم هؤلاء الناس باسم هذا الإيمان، فأنت إذا سلب منك اسم الإيمان راح يسلب منك حق الإمارة. ونحن نتكلم في ماذا؟ في مجتمع بدائي جدا، الكل مسلح، الكل عنده سيف والكل عنده عشيرة وناس
يرون أنفسهم مثل أموال القرآن طازة لسه يعني، يعني لسه أنت بينك وبين النبي يعني أقل من 30 سنة، 26 سنة، 24 سنة، بل أقل من ذلك يعني في زمن عثمان في آخر 6 سنين من خلافته، يعني عثمان وحكم 12 سنة. فإذا الناس لما اختلفوا في إيمان هؤلاء قالوا هذا ليس مؤمن، على الأقل قالوا في علي بن أبي طالب لما خرجت الخوارج قالوا هذا ليس مؤمن، قالوا كيف ليس مؤمن؟ إذا ماذا؟ قال إن لم يكن أمير المؤمنين فماذا هو؟ قالوا إذا هو أمير الكافر. قال إذا هو مش مؤمن سيكون كافر. طب والجيش الذي معه كيف يرضون بإمارة وقيادة كافر؟ قال إذا هم أيضا كفار مثله، ولذلك قاتلوا وقتلوا يعني ناس من أصحاب علي، وكذلك قتلوا علي بن أبي طالب في نهاية المطاف بيد واحد من اللي كان اسمه عبد الرحمن بن ملجم. هذا الاختلاف بين الفرق، وهنا مسألة مهمة جدا، ماذا يعني؟ يعني كيف بنوا تصورهم لهذا الإيمان؟ لأن عندهم، وهذه النقطة التي دائما نتكلم عنها، أنت ما عندك نص واضح، أنت مهما حاولت ومهما درت ومهما رحت ما عندك، أنت الذي عندك نصوص مبهمة، يعني ما عندك وضوح، لذلك صار هذا الاختلاف. وهذا الاختلاف ماذا يعني؟ إيش هو التركيبة الفلسفية لموضوع الإيمان في هذا الاختلاف؟ لأن الناس اختلفوا في موضوع الإيمان بالشكل الرئيسي على 3 فرق، بمعنى فرقة قالوا أن الإيمان هو 1، 2، 3، وفرقة قالوا لا، الإيمان هو فقط 1، 2، وفي ناس قالوا لا، الإيمان هو فقط 2، 3. وبالتالي صارت عندنا 3 فرق رئيسية تشعبت منهم المفاهيم الثانية للفرق الثانية. الفرقة الأولى هي فرقة الذي يسمى بأهل السنة والجماعة، والفرقة الثانية هي فرقة الذي تسمى بالمرجئة، والفرقة الثالثة هي الفرقة الخوارج. ماذا يقول الخوارج في موضوع الإيمان؟ لأنه هو كيف صار هذا الاختلاف؟ ثم قالوا ماذا؟ قالوا الإيمان، لما قدمنا التعريف في البداية، الإيمان وماذا قلنا؟ قلنا البعض قالوا أن الإيمان هو اعتقاد بالقلب، وهذا ما أحد يتطرق له لأنه مسألة كبيرة. ثم قالوا هو نطق باللسان. ثم قالوا ماذا؟ قالوا وهو عمل الجوارح والأركان. طيب جميل. قال إذن هذه الأمور من الإيمان. الخوارج ماذا قالوا؟ قالوا لا، الإيمان كتلة واحدة. إيش يعني كتلة واحدة؟ ما يتجزأ، بمعنى أنه إذا خرج منه شيء انعدم الإيمان. هذا الكلام الذي طبعا ليس مسلم ولا لا يبحث في هذا المجال، لا ربما تأتيه يعني وجعة رأس من هذا الكلام، وحتى لا يصعب عليه أن يفهم، ولكن الفكرة الفلسفية هي هكذا. أنت الآن عندك مجموعة أعمال، هاي مجموعة الأعمال مثلا عندك مثل ما أتى في الحديث، الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. قالوا ماذا؟ قالوا أنك إماطة الأذى هذا من الإيمان. إماطة الأذى يعني ماذا؟ يعني أنك تشيل حصوايا، شجرايا، عودايا، خشبايا، أي حاجة موجود في الطريق يؤذي الناس، قال هذا من الإيمان. قال أنت إذا الإيمان هو كتلة واحدة، وهذا هو داخل في مفهوم الإيمان، أنت إذا ما عملت هذا الشيء فأنت غير مؤمن، وإذا لم تكن مؤمن فأنت كافر، وإذا كنت كافر ينطبق عليك أحكام الكفار، إن كان القاتل فهو القاتل، وإن كان السبي فهو السبي، وإن كان الصلح فهو الصلح، فحسب الحالة. هذا نظرة الخوارج. فقال فأدخلوا ماذا؟ أدخلوا جميع الأعمال العبادات ووضعوها في دائرة الإيمان، وهذا الذي قالوا أنهم كانوا يكفرون بالكبيرة. إيش يعني بالكبيرة؟ يعني الأعمال هو عبارة عن قسمين، قسم أوامر وقسم نواهي. هذه الأقسام قسم منها إذا فعلتها أنت إذا لم تأتي بها ستكون غير مسلم، وقسم إذا ارتكبتها ستكون غير مسلم، ولكن الغالبية الساحقة من هذه الأعمال الكبائر إذا فعلتها أو لم تفعلها سواء كان أوامر أو نواهي فأنت لا ليس لك علاقة في يعني لا يقدح في إسلامك طالما أنك لا تنكر ذلك. هكذا هو الفكرة عند أهل السنة والجماعة، بينما عند الخوارج قالوا لا، كل هذه الأمور كلها داخلة في الإيمان، وبما أن الإيمان هو عبارة عن جزء واحد إذا أخرجت منه أي شيء فالجزء كله خلاص سينهدم،
فأنت لا تستطيع أن تأتي وتقول أنا أزني وأنا لساتني مؤمن أو مسلم، أنا أشرب خمر وأنا لسه مسلم أو مؤمن. لا، أنت إذا فعلت هذا فهذا يدل على أنك لم تعد مؤمنا، قالوا إذن يخرج من الإسلام. إجت المرجئة ماذا قالوا؟ قالوا لا، هذا الكلام ليس هكذا، أنت الإيمان هو التصديق، وأنك تقر بقلبك وتنطق بذلك بلسانك، وطالما أنك تفعل هذا سواء أتيت بأعمال البدن أو لم تأتي بأعمال البدن، بل بعض منهم قالوا حتى لو لم لو كفرت بلسانك هذا لا يدل على أنك كافر، وإنما هذا يدل على أنك تقول هذا الكلام معصية لا يؤثر في إيمانك. فإذا أنت هذه الأعمال سواء كانت صغيرة أو كبيرة، سواء كانت من الأمور التي تبنى عليه إسلامك أو لا يبنى عليه إسلامك، أنت لا تحتاج لها لإثبات حكم الإسلام لك. أتيت بها كان بها، ما أتيت بها ما يهم، لأن أنت مسلم في النهاية. وطبعا هذا الفريق يستدل بأقوال بالنصوص، المرجئة وهذاك الفريق الخوارج يستدل بالنصوص، وأتى أهل السنة والجماعة وقالوا لا، قال هؤلاء ضلال وهؤلاء ضلال والصواب وهكذا. وفي الحقيقة لا هؤلاء ضلال ولا هؤلاء ضلال ولا يعني كل واحد منهم عنده نص يستشهد به. عملية أنك توفق بين النصوص هي عملية أنك تحاول أن تبين أن هذه الأمور يعني لا بأس بها، أنا وحتى لو تناقضت وتعارضت النصوص فأنا أستطيع أن أعمل لها مخرج. هذا هو أصل الخلاف بين الفرق الإسلامية على مسألة الإيمان. طبعا هناك مسائل ثانية، ولكن لا ترى فرقة من الفرق الإسلامية إلا وصار فيها يعني هذا الخلاف بينها وبين الآخرين. وطبعا الفرق كثيرة جدا، ولكن هذا هو العناوين الرئيسية لها، يعني هم هذه الثلاثة فرق، وهذا هي التركيبة الفلسفية لموضوع الإيمان لديه، أنه جزء لا يتجزأ. هؤلاء قالوا جزء لا يتجزأ والكبائر ليس من الإيمان، وهؤلاء قالوا جزء لا يتجزأ والكبائر من الإيمان، وهؤلاء قالوا لا هو يتجزأ ويتفاضل فيها أهله ويزيد وينقص، وهؤلاء هم الذين يعني يسمون بأهل السنة والجماعة، وعشان يعملوا حل هذه الليلة. طيب إذا عرفنا هذا، ما هو المهم في معرفة هذا الكلام؟ يعني أنت قد تتصور أن هذا الكلام مسألة تاريخية وانقضت، وهذا كلام غير حقيقي. تأثير أحكام هذا الفهم لا زال موجود إلى يومنا هذا. طبعا اليوم نحن ليس لدينا خوارج، وهذا من الأخطاء الشائعة والكبيرة عند الناس الذي يسمون الجماعات الأصولية والمتطرفة والجهادية والإرهابية السامية، يقولون أن هؤلاء خوارج. هؤلاء ليسوا خوارج حقيقة، الخوارج كان مذهبهم معروف أنهم يكفرون بالكبيرة، القاعدة والدولة الإسلامية والجماعات الأخرى، سواء من أقصى المغرب إلى أقصى الحراب إلى أقصى يعني أفغانستان، ليسوا خوارج. هؤلاء هناك بعض الجماعات لديها نوع من الغلو يسمون الغلو، ولكن ليسوا خوارج، لا يكفرون بالكبيرة، قد يكفرون بالشبهة وبالجهل وكذا، ولكن لا يكفرون بالكبيرة. طيب، وعندنا الجهة الثانية وهي المدرسة التي كان يترأسها قبل عقدين أو أكثر خلال العقود، يعني تقريبا قبل 40-50 سنة، كان من أكثر الأسماء المشهورة التي كان يترأس هذه المدرسة هو محمد ناصر الدين الألباني، وهو الذي كان يقول بأن الإيمان الأعمال ليست فصلا في موضوع الإيمان. وطبعا لدينا المتصوفة والذين هم غالبا على رأي المرجئة، الأشاعرة هم يعني على رأي مرجئة الفقهاء كما محمد ناصر الدين الألباني من السلفين، ولكن المتصوفة أغلبهم على رأي المرجئة، يعني هم الذين يقولون أن الإيمان لا يحتاج هذا الكلام، المسألة قلبية، وأنك إذا فعلت حاجة بقلبك وقلت بلسانك خلاص هذا يكفيك يعني للإيمان، وهو يعني مذهب مريح، ولذلك هذا المذهب غالبا ينتشر بين الناس وخصوصا عند الرخاء. يعني الشاهد من الكلام أن مثل هذا الكلام لماذا يعني هو مهم؟ لأن الفرق الحالية هي تستمد مفهومها للحكم على الآخرين من هذا من هذه التركيبة الذي ذكرته. إيش هو الإيمان؟ الإيمان 1-2-3، إذن أنت لست مؤمن، إذا أنت لم تكن مؤمن أنت ماذا؟ أنت كافر. وطبعا الذي دارس هذا الموضوع يعرف أن مثلا عمدة
ما يعتمد عليه هذه الجماعات التي تكفر الناس هي رسالة لمحمد بن عبد الوهاب. هي رسالة بسيطة يمكن من صفحة ونص بخطوط كبيرة حتى يعني مش بشروحات، عبارة عن 10 نقاط اسمها نواقض الإسلام. وطبعا الذين توسعوا في ذلك تفرعوا عن هذا، ولكن محمد عبد الوهاب لم يأتي من نفسه بهذا الكلام، وإنما هو أيضا هو ابن مدرسته، ابن المدرسة السنية السلفية، وهو كذلك اعتمد كثيرا على أقوال ابن تيمية وغيره، وكذلك حتى في السابق يعني نحن نعرف يعني الذين قرأوا للآجري والعلماء الذين تكلموا في هذه المسألة يعرف أن هذا الكلام نعم موجود في الأدبيات الإسلامية في التراث الإسلامي. إذن الجماعات الحاضرة الآن هي أسيرة تعريف هذه المفاهيم من الذين تكلموا في هذه الأمور قبل 1200 سنة، 1100 سنة، 1000 سنة، 900 سنة، 700 سنة، 800 سنة، 600 سنة، إلى ما يقارب 250 سنة يا محمد عبد الوهاب وبعض طلابي وتلاميذي يعني وأحفادي. ولذلك تراهم يعني يهتمون بهذا التراث كثيرا، وهم يحكمون على الناس بنفس هذه القواعد، موضوع الإيمان وموضوع ماذا يدخل في الإيمان وماذا لا يدخل في الإيمان. إذن الأحكام التي يصدرونها على الناس هي ليس مثل ما يظن البعض أنها أحكام، لا هذه جماعات مخابرات، لا مش مخابرات، أنت لازم تفهم، افهم الموضوع كيف بني عشان تفهم أن هؤلاء على ماذا يعتمدون. نعم قد تكون هناك تلاقي مصالح، وقد أحيانا يكون هناك اختراق للجماعات إلى حد النخاع بحيث أنهم يصبحوا العوبة بيد مخابرات دولة أو كذا. ولكن مثلا أعطيكم مثال، يوم ما كان أسامة بن لادن يقاتل في أفغانستان ورجع للسعودية، مثلا أسامة بن لادن لم يكن رجل مخابرات، وإنما هناك كانت التقاء مصالح حقيقية بين التيار الجهادي وبين الحكومات العربية والتوجه الأمريكي في ضرب الاتحاد السوفيتي. هذا الكلام كان ولا زال يتكرر في سوريا مثلا. الأتراك كان لهم يد كبير جدا في موضوع تسهيل الوضع للجماعات المسلحة وهجرة مئات الآلاف لهؤلاء الناس. البعض كان يهاجر بعائلته بعشرات من قبيلته. أنت الموضوع ليس مخابرة، ولكن فكرة هؤلاء شيء. أنت لما أذهب أقرأ أدبيات القاعدة انظر المصنفات التي الدولة الإسلامية نفس الشيء، جبهة النصر نفس الشيء. فأدبيات هذه الجماعات هي بالضبط هذا الكلام الذي نقوله، هذا الذي نحن نتكلم فيه، أن هؤلاء يستمدون هذه الأحكام من التراث الذي لديهم، ومن أحكام ومن أقوال ومن تعريفات هؤلاء العلماء الذين عرفوا الإيمان والكفر. لماذا؟ لأن الإيمان، وهذا مما لا يمكن أبدا في حال من الأحوال أننا يعني نفصله عن بعض، الإيمان والتكفير، ها ليس الكفر، الإيمان والتكفير هما وجهان لعملة واحدة. أنت إذا كنت تعتقد الإيمان بالله وبرسوله، وأنا أتكلم عن الإسلام على وجه الخصوص والتعيين، إذا كنت تعتقد بوجود الله ورسوله، وعفوا مش وجود الله، ولكن كنت تعتقد وتؤمن بالله وبرسوله وبالملائكة والنار وكل هذا الكلام، قد لا يكون في وعيك حاضر كل هذا التفصيل، ولكن أنت لا تستطيع أن تستمر في تفكيرك الذهني دون أن تصل إلى مرحلة التكفير. ثم ليس بالضرورة أن ينبني على موقفك التكفيري عمل مسلح أو معادات أو كذا، وقد تقول يلا، وقد يظن أن موضوع التكفير مثل موضوع تصنيف الأديان، يعني يلا أنا مسلم أنت بوذي أنت عراقي أنا مصري أنا ما عنده مشكلة. ولكن إذا هو أراد أن يتعمق ويلتزم بهذه المدارس، هذه المدارس كلامها واضح في هذا. إذا أردت أن تنتسب إلى المدرسة السلفية مثلا، وأردت أن بالفعل أنك تدرس وتلتزم بهذا، أنا لا أقول الإسلام، لماذا؟ لأن لا أؤمن بأن الإسلام يقدر يقول أو لا يقول، ولكن أقول المدارس، المذاهب، المناهج، الأحزاب. أنت إذا أردت أن تلتزم بالمدرسة السلفية، هناك تيارات عدة سلفية، ولكن أغلبها نظريا على الأقل متفقين على هذا الكلام الذي يقول لك في تعريف الإيمان وتعريف الكفر.
سواء كان من الذي يدخل البرلمان ويدخل في العملية السياسية أو كان من الذين يدخلون في صميم العمل المسلح والقتل وسفك الدماء. أتأمل هذا الكلام. طيب، إذن الإيمان والكفر أو التكفير هما وجهان لعملة واحدة. أنت طالما تؤمن بأن هناك الله، هناك جنة ونار، هل جنة ونار لمن؟ هو إشكالية الإيمان بالله ليست إشكالية كبيرة صراحة، ولكن إشكالية الإيمان بالجنة والنار هي الإشكالية الأكبر، وهذا مما ربما لا يفهمه ولا يعرفه كثير من الناس، حتى من يعني من الطبقة المثقفة يظن قال الإيمان بالله يعمل. لا، الإيمان بالجنة والنار يعمل. لماذا؟ لأنه يتعامل معك على أساس أنك أنت ستحترق في النهاية، أنت إنسان معدوم القيمة، وهذا ولا يستطيع أن يطعن في العدالة الربانية. فإذا هو من جواته سيضطر أنه بطريقة أو بأخرى أنه يؤمن بأن هذا هو العدل، بأن كل هؤلاء الناس، هذه الملايين، هذه المليارات كلها ستدخل النار. وعلى فكرة ليس من الغير منتسبين للإسلام، حتى من المنتسبين للإسلام أنت ستضطر أنك تحترق هناك ما لا نهاية. ومن الذي سيحترق؟ أكيد من المشركين والكفار، لأنه هذا، لأن من في قلبه مثقال ذرة من الإيمان سيدخل الجنة، وقد يحترق، قد يحترق سنتين، ثلاثة، عشرين، يمكن 200 سنة، ولكن لا يشفع له أن يكون حتى يعني من مناصري المسلمين، بل من مناصري الرسول، كما أتى في بعض النصوص عند السنة. أشياء لا يقولون بذلك، يعني لا يؤمنون بهذا أصلا. في موضوع أبو طالب قالوا أن أبو طالب هذا يدخل النار حتى وهو مناصر للرسول، قال لا، هو عنده عذاب مخفف. إيش هو العذاب المخفف الذي عنده؟ قال أنه ينتعل نعال يغلي منه دماغه، يعني أنت عليه جمرة في النعال، هذا من حرارة هذه الجمرة أن دماغك يصير يغلي. هذا هو ليش؟ بسبب أنه ناصر الرسول، ولكنه ماذا؟ قال أنا متت على دين الأشياخ. فإذا هذا هو النظرة، التصور، أنت عندما تؤمن بالجنة والنار أنت ستضطر أنك تكفر هؤلاء الذين لا يؤمنون بهذا الكلام، وهذا هو مصير هؤلاء الناس. إذن الإيمان والتكفير وجهان لعملة واحدة، لا يمكننا بحال من الأحوال أننا نفصل بينهما إذا أردنا أن نفهم العملية من الداخل، كيف ركبت، كيف شكلت، كيف عجنت. وأنا يعني أحرص دائما وأكرر أن أقول أنا لا أقول الإسلام هو هذا، ولا يوجد إسلام ولا إيمان ولا شيء، هذه المدارس هي هكذا. لماذا؟ أنا قلت لك هناك فرقة كذا تقول كذا، هناك فرقة تقول كذا، وهناك فرقة تقول كذا. الآن الغالبية الساحقة من المسلمين قد لا يفهموا هذا الكلام ولا يعرفونه أصلا، ولكن الملتزمين بالمدارس السلفية على الأقل، الملتزمين بها، يعرفون هذا الكلام. ولا يغرنك أنا إذا أحد قال لك مثلا شيخ عالم مجتهد كذا يقول لك لا نحن نحاول ونتعال، لا يوجد هذا. هو إذا عنده هذا فهو عنده أحكام، وإذا عنده تكفير لدي أحكام التكفير عند أهل السنة والجماعة. مثلا إيش هي أحكام التكفير؟ أحكام التكفير عبارة عن مجموعة من الأمور. إذا كنت طبعا مرتد فأنت تقتل، وإذا كنت غير مرتد وكنت رجل كافر أصلي يسمونه، فأنت حسب أنت وضعك وين. هل أنت من الذين يشملهم الصلح والجزية؟ هل أنت من أهل الأمان؟ وهذا الذي توسعوا فيه لمحاولة إرضاء السلاطين والحكام، أو أنك من مجموعة أنك الدم والدم والهدم والهدم، مثل ما قال أسامة بن لادن في الأمريكان، قال ولا تجادل أحدا في قتل الأمريكان. يعني وين ما تشوف أي أمريكي روح اقتل، خرب بيت الأمل. يعني أنت تروح تقتل مثل ما. فإذا هذه هي المدرسة، هذه المدارس الثلاثة. إذا عرفت هذا تستطيع أن تفكك هذه المعاني. وجيدا أنا نشرح هذا الكلام للناس وحتى المسلم يعني يفهم هذا الكلام، بحيث أنه يكون على دراية وعلى فهم بما يحصل في هذه المدارس وفي هذه المعنى. طيب، أنا أكتفي بهذا القدر في المحور الأول على الأقل، وإذا كان هناك فرصة أو لقاء ثاني ربما أستطيع أن أوضح الناحية الثانية من المحور الثاني، وهو محور فلسفي بعض الشيء، ليس له علاقة بهذه الدهاليز الفقهية والعقدية والتاريخية مما صار بين الصحابة وبين المسلمين والمدارس. شكرا جزيلا أستاذ منصور، وتحياتي لكم. تفضل. شكرا جزيلا، كان بالعكس طرح رائع وبتفصيل ودقة وبعلمية. مشكور صديق
محمد على هذا الطرح الممتاز. وأنا بالنسبة لي يعني هذا الطرح خلاني أكتفي ب أو أستغنى عن كثير من اللي كنت مجهزة، وخاصة قضايا تعريف الإيمان والفرق المختلفة وما إلى ذلك. فهذا شوية يخفف علي أكثر من ما سأقوله، لكن المشكلة كيف سأختصر هذا الذي أنا مجهزة يعني. على كل حال أقول بأن الإيمان أو فكرة الإيمان هي أكبر مولد للشر، وأرى وفقا لتجارب التاريخ وكما يتضح جيدا لكل من يبحث في قضية الإيمان، أن هذا الإيمان رغم منافعه يعني الآنية كان دائما ثمن باهظ على المدى الطويل، بل أن تواصل الإيمان واستمراره وترسخ جذوره يدمر، كفيل بتدمير كل إنسان وكل مجتمع. وهذا بالضبط عكس ما تروج له الأديان والسلطات أو البلدان التي تتبنى خطاب الأديان. تجارب التاريخ كلها تقول كل ما زاد إيمانك كل ما قلت إنسانيتك، وكل ما زاد شرك، وكل ما قل إيمانك قل شرك وزادت إنسانيتك. فلولا الإيمان وسلطاته المتعددة، سلطات هذا الإيمان، لما تخلف الإنسان، ولولا الشك لما تطور هذا الإنسان. الشك هو الذي جعل الإنسان يتقدم ويتطور وجعلنا نكتشف كل هذه المخترعات يعني الأشياء العظيمة التي نحن فيها الآن. أنا قبل قليل تلقيت لقاح ضد كورونا، وهذا يعني هو لم يتحقق إلا بفضل الشك وليس بفضل الإيمان. على كل حال النقطة الثانية أقولها، راح أقول إنه الإيمان معناه، وهذا وضحها الصديق محمد، بأنه معناه التصديق بدون دليل. وكثير من الناس يعتقدون بهذا بأن هذا الإيمان هو مفيد دائما، وأنا أعتبره هذا وهم قائم على وهم بدوره. لماذا؟ لأن الإيمان الدائم بأي معنى ما بيطعم ولا حتى معنى. أقولها مرة أخرى، الإيمان الدائم بأي معنى لا طعم له ولا معنى، فهو يجعلنا عدوانيين نرفض الآخر ونضطهده. يعني الإيمان بالقلب ما يخالف، لكن إحنا أوتوماتيكيا راح نسوي سير بيننا وبين الآخرين حاجز، ومن الصعوبة أن نرفع هذا الحاجز. تاريخ المؤمنين كل دائما يقول هذا الشيء، بل أن النص المقدس والحكايات المقدسة نفسها تقول هذا الشيء. وحتى أثبت بالدليل أن الشيطان نفسه ما كان ممكن أن يصير شيطان لولا إيمانه. قال أنا أؤمن بالله لكن لا أؤمن بالإنسان، أنا عند أهدي وعند إيماني لكن لا أؤمن بهذا الإنسان. فإذن الإيمان يعني هو الذي خلق الشيطان بصراحة. لا، هذا أنا دا أبني حجة ليست منطقية لكن حجة قائمة على قصة أسطورية أو قصة إيمانية أو قصة دينية يؤمن بها الكثيرون. يؤمن بها، أكرر كلمة يؤمن بها الكثيرون. أما الإيمان المختلط بالشك الدائم فهو الذي يضفي معنى وطعم مستساغ على كل شيء. يكاد أنا أقول أن الإيمان يدمر الإنسان كما قلت، فكل ما زاد إيمانك ازداد الشر، وقل فيك ما هو إنساني، وكل ما قل الإنساني كل ما انخفض الشر وزاد الإنسان، يعني الإيماني قصدي. الآن راح أقول بأن الإيمان لا علاقة له بالإسلام، أن كلمة الإيمان على الإطلاق تتناقض تماماً مع كلمة الإسلام، وراح أوضح كيف. الإيمان موقف شخصي لا يمكن بأي حال من الأحوال تعميمه. هو الإيمان مسألة قلبية كما يقول يعني علماء الدين المسلمين، فهو متعدد بتعدد المؤمنين، بالتالي لا يمكن ترويض هذا الإيمان وحشره في حظيرة الدين وجعله مسألة جماعية. هذه المشكلة كانت مشكلة عويصة بصراحة أمام علماء الإسلام. يعني هم يردون، كانوا جاهزين يردون يسوون دين. من يطلع على أقوالهم، أنا من طلعت على أقوالهم ودققت بالموضوع أكثر قبل الحلقة يعني اندهشت. شيء ارتباك وشيء لا يوصف، وتخبط وأشياء متعارضة مع بعضها، يعني بصراحة فضيحة. فضيحة لا يمكن تغطيتها بأي شكل من الأشكال. يعني فضيحة مخزية بصراحة. أنا أعتذر، أنا لا أتحدث عن الدين الإسلامي، أتحدث عن
التراث الذي تركه لنا الفقهاء والذين صنعوا هذا الدين بأركانه وأصوله ومعاملاته وعباداته. السبب أن هذا الإيمان القلبي، هذا اللي قال عنه جهم بن صفوان، هو نتاج الحرية. هذا اللي ما يحتاج ولي أمر ولا يحتاج ولي وفقيه ولا حتى يحتاج أي رجل دين. فإذا كان هذا الإيمان هو المعتمد وهو الأساس، ف يعني كيف إذن ستبقى أبواب السلاطين ورجال الدين مفتوحة وشغالة؟ يعني كيف ستقاد الأمة بهذا النوع من الإيمان الحقيقي؟ طبعا يعني ماكو أحد من دول يريد يقطع رزقه، فما ماذا كان الحل؟ قالوا يعني كما تقول اللغة أن الإيمان هو التصديق بالمطلق، والتصديق لاحظوا مسألة شخصية ولا علاقة له بطاعة الإله أو الآخرين. اختلفوا وين هنا؟ بين تصديق القلب واللسان، أي بين الإيمان مع النفس والإيمان المعلن عنه، يعني بغض النظر عن المصداقية. يعني أنت مع قلبك مؤمن، وكو هناك إيمان مؤلم، يعني أنا تقول أنا مؤمن لكن مو بالضرورة تكون تصادق. المشكلة وين؟ إن الدين، كلمة الدين أو مفهوم الدين بجميع معاني لغة واصطلاحا ومفهومة لا علاقة له على الإطلاق بتعريف ومعنى الإيمان. معنى كلمة الدين اللغوي هو يدور حول الطاعة، ولا علاقة كما أي إنسان عاقل يعني يدرك بأنه لا توجد علاقة بين الطاعة والإيمان. الطاعة تتطلب علاقة بين سلطة وعبد، وهذه ما لا تقوم على أي أساس أخلاقي. العلاقة بين سلطة وعبد، حاكم ومحكوم، الإيمان شيء آخر. لهذا السبب هذا العلاقة أيضا الموضوع، يعني هسه الآن شفنا التناقض الصارخ بين كلمة دين أو معنى كلمة الدين أو مفهوم الدين أو الدين كما نعرفه ومفهوم الإيمان. الآن راح نجد التناقض بعد أكبر. التناقض هو معنى مفهوم الإسلام نفسه. الإسلام يتناقض كلية مع الإيمان، حتى بالتعريفات التي طرحها الفقهاء ومنعتهم الشافعي والأشعري وغيرهم، وابن باجة أيضا عند قول. أي الإسلام ما هو الإسلام؟ الإسلام هو الاستسلام على مبدأ أسلم تسلم، وهو بالمناسبة كثير من الناس ما يعرفون أنه يصورون هذا المبدأ هو للمشركين أو غير المسلمين. لا، هو يشمل الجميع، مسلمين وغير مسلمين، لأنك تسلم تسلم، يعني هو أصبحت مسلم خلاص، أصبحت تحت وصاية الإسلام ورب الإسلام ووكلاء الإسلام. هنا صارت مشكلة خطيرة، أكو تعارض بين أشياء. يقول الله أنه أو الكتاب المنزل يقول أن الدين عند الله هو الإسلام. زين، هنا شلون يحل المشكلة؟ الإسلام شيء مختلف تماما عن الدين، وشيء مختلف في الدين مختلف تماما عن الإيمان. هنا الفقهاء داخلوا وجدوا حل شيطاني طبعا، فقالوا ماذا قالوا؟ قالوا طرحوا فكرة التصديق باللسان، ولكن هذه أضافوها على التصديق بالقلب. وقالوا ماذا قال؟ قالوا هو الإيمان هو فعل بالقلب واللسان وسائر الجوارح. وهذا المعنى خطير جدا، يعني أي أن الدين الإسلامي أصبح دين بلا أخلاق ولا يقوم على أخلاق، بل أنه يعاقب عليها. يعني حتى نوضح أكثر شنو اللي صار الآن، هذا الدين وفق هذا التعريف أصبح دين سياسي بامتياز. يعني أنت ما تحتاج مؤمن بالقلب، لا ما نحتاجه، نحتاجك أن تكون مؤمن بالفعل وباللسان وسائر الجوارح، يعني أنت تقوم بأفعال وتنفذ الأشياء المطلوبة منك. معنى أدق أن الإسلام لم يعد، يعني ماكو داعي الآن بعد نقول إسلام سياسي، لأنه هو سياسي أصلاً، ويطلب منك طاعة. الطاعة هي شنو؟ فعل سياسي. ما هي الطاعة؟ هي فعل سياسي. فإذا يعني أنا الآن أضحك من يقول أكو إسلام سياسي، يعني هو يعني هذا مو قولي. يعني أقول لك هو الدين هو الطاعة، والإيمان طاعة، والإسلام طاعة، كلها طاعة. فإذا هاي كلها سياسة، فأين يعني هذا الإيمان الشيء الوحيد كان ممكن يطلع الإسلام من خانق الـ يعني خانق هذا الضيق اللي وضع نفسه به، وشوية يعطي نفحة دينية، نوع من يعني نوع من الروحانية. لكن حتى هاي راحت، طيروها، راحت، حاولوا متصوفة شوية طبعا بس دمروهم. على كل حال هذا الإسلام سياسي، أنا أضحك من أسمعه شنو إسلام سياسي؟
هو سياسي اصلا يعني. عندما اقول لك الدين الطاعه والاسلام هو الطاعه والانقياد والاذعان والامتثال، زين شنو يعني هي السياسه شنو بعد؟ فيعني يعني كانما انه يقول لك انه هنالك الدين اسلام لا غير سياسي. هو سامعين بهذا الشيء؟ كانما يعني الواحد يقول لك اكو اسلام سياسي، كانما هنالك اسلام غير سياسي، وهذا كلام غير صحيح وغلط. باختصار اصبح التصديق بالله والرسول غير كافي، اصبح الايمان القلبي مرفوض، يجب التعبير عنه باللسان والعمل، اي انهم جعلوه ايمان جماعي. وبالله عليكم هل هنالك ايمان جماعي؟ هي مساله انت انسان، يعني ما ممكن تدخل قلب انسان وتقول له تعال سير مؤمن بالمطيع، هذا شيء يعني لا يمكن ان يحدث الا اذا الانسان يعني تم الغاء او شطبه تماما بصفته كائن مستقل بالكامل. ويعني وجاء لو يعني انا شيء ما اعرف اترك لكم. بالنهايه وين نوصل؟ نوصل لان الاسلام هو عدو الايمان القلبي، وان الدين بتعريفا واصطلاحا وتاريخا، والدين كما نعرفه لا يطالب بهذا الايمان، انما يطالب بنوع جديد من الايمان اخترعه الفقهاء فقط، وهو ايمان الطاعه، اي الايمان السياسي الذي لا يراعي الانسان ولا الاخلاق، انما يطالب بالاذعان والامتثال. ويكفي ان نقول يطالب، فانت كيف قلبك يعني واحد يجبرك على شيء، فهل هذا ايمان؟ هذا ارغام واذلال واستبداد. هنا يصبح الايمان غريبا على معناه الاساسي. المشكله وين؟ ان الدين ما يقدر يتخلى عن هذا الدعاء الايمان. احنا لازم نعذر ذاك الزمن، يعني لا بد ان نكون منصفين. ذاك الزمن كان مشكله، يبدون يسوون دوله، يبدون يسوون دين، فالايمان كان نقطه ضعف خطيره جدا لا بد يعالجوها. فهم سووا التفوا على الموضوع بطريقه او اخرى، ونجحوا بترسيخ نوع من الايمان او نشر نوع من الايمان المزيف اللي هو ما له علاقه باي دين. وعلى كل حال كان الحال هو هذا الايمان، وابقاء هذا الايمان لان ما يقدرون يخلون عنه، لكن تفريغه من محتواه. هذا الحال نفسه طبعا مو بس على الايمان، هذا ينطبق على عشرات المفاهيم الدينيه الاخرى مثل الاسلام، الحلال، الحرام، الفرائض، المنكر والمعروف، الخلافه والامر، الخير، الشر، حق، باطل، الله، اخره، رعيه، حتى كلمه الدين نفسها. كلها يعني رجراجه وفضفاضه وكلمات تعريفات لا حد يعرف ما هي الحقيقه. الحقيقه الوحيده الراسخه بانه هنالك سلطه قاهره لا تتفاهم وتقتل اي شخص وتكفره وانتهى الموضوع. وهذا كله كلام يعني سميه وغف لغوي، غيوم لغويه. على كل حال مشكله الدين الاسلامي تتضح وين؟ بشكل خطير جدا طبعا، انه في جوهره عقيده متعطشه لممارسه السلطه، لكنها في الوقت نفسه مرغمه على استعمال مفاهيم منتشره بمحيطها وجميعها لا تلبي طموحاته واهدافه. بالنتيجه اصبح لدينا دين مخلخل لا ينطوي على اي مفاهيم واضحه ودقيقه. وهنا راح اختصر الموضوع بنقاط سريعه احاول قدر المستطاع. الاسلام اولا، الاسلام يتعارض مع الايمان، فهو يشترط الطاعه وهذا ينفي الحاجه للايمان. فما قيمه ايمان ان اعلنت الطاعه امام اخر؟ هنا لا يصح ان نقول ان المسلم مؤمن، انما شخص مطيع او عبد مطيع، وهذه فضيحه كما ذكرت. فلماذا، والسؤال لماذا حصر معنى الايمان في مجرد الطاعه والانقياد؟ هذا منطق الملوك والسلاطين، هذا منطق يعني سواء يعني اديان توحيديه او الوثنيين او الكل، هذا مو منطق دين حقيقي، منطق سياسه وسلطه. هذا كما قلت يؤكد بان الاسلام عباره الاسلام السياسي هي زايده، ويعني لانه توحد ان هناك اسلام غير سياسي. ابن ماجه يقول الاسلام يغير الايمان ولا ينفك عنه. هذا تعريف يعني يعبر عن نفسه. ثانيا، الدين او التدين يعني الانقياد، اي ان الدين هو علاقه حاكم بمحكوم اي سياسه، وكما قلت ان الدين عند الله الاسلام وشرحت الموضوع. ثالثا، ان التصديق ليس طاعه، هو موقف خاص، لا يمكن ان تقول انه التصديق والايمان تصديق، يعني هذا تعريفه سواء باللغه او عند الفقهاء. فانت ما تقدر تقول هو تصديق موقف خاص شخصي، ما ممكن يتحول الى طاعه سياسيه. الطاعه تتطلب وجود اطراف اخرين
لكن انت لا يمكن ان تطلع من قلبك وتصير يعني ما ممكن. هنا التعريف الجميل ده راح يصير عندنا ثلاث اقسام. هناك تعريفات يقول انه الدين هو الايمان هو ايمان قلبي، وهذا كما قلت تعبير جهم بن صفوان الذكر عبارته جميله طبعا، يقول من عرف الله بقلبه ثم جحد بلسانه ومات قبل ان يقر به فهو مؤمن كامل الايمان. تعريف جميل، يعني تقريبا تعريف ممكن الان معاصر يكون. النتيجة وهناك إيمان يسمونه ثالث القلب واللسان، وبالنتيجة النهائية اللي تم الاتفاق عليها بالنهاية واللي جرى العمل بها حتى يومنا هذا هي أن الإيمان ليس مستقلا. لكن المشكلة واجهة ومشكلة الفقهاء وين؟ أنه الإيمان درجات، يعني ما ممكن تجيب طفل وتقول عليه أنه هذا مؤمن، يعني كيف ممكن؟ فهذه أهم حلوها سووا لها درجات بها مشاكل ما راح أتوسع بها. راح أسوي الفقرة الأساسية الآن ثانية. أقول يعني هنا المشكلة وين صارت؟ إن الإيمان انتقل من القلب إلى اللسان، يعني هو جهل بن صفوان كما شفنا إنه قال الإيمان هو إيمان القلب. الناس سووا الفقهاء حتى يحلوا المشكلة جابوا القلب نقلوه من القلب إلى اللسان، وبعدين نقلوه لليد أو للفعل، جعلوا هذا الفعل، فأنت لازم إيمانك يطلع بالفعل، والفعل هذا لازم أنه تطيع الآخر أنه حسب أوامر الآخرين، فإذا طلع من القلب، يعني لم يعد الإيمان له علاقة بالقلب على الإطلاق، وأنه راح يرجع بطريقة معاكسة، يعني هاي إلها بحث فلسفي ممكن بعدين. أنا أعتقد أنه هناك مشكلة كان عند الفقهاء، يعني هو ليش فكروا بهذه الطريقة؟ أولا أقول بأنه هو إنه هم كان البارادايم، إذا صح البارادايم يعني بالعربي البارادايم يقولون، هذا كان سياق الحياة ذاك الوقت، يعني لا يستوعب وجود فرد وأفراد، فهم ما يعني فكرة فرد وإنسان حر ومستقل هاي فكرة حديثة معاصرة، الناس القدماء ما عايشين في نسق أو بارادايم كما يقال مختلف تماما، فما مستوعبين. هاي واحدة من الأسباب. السبب الثاني يقول إن هم يعني كانوا يردون سلطة ويجاهلون حاجات الإنسان، بدليل هم يعني عندهم إحساس بفكرة المفهوم الإيمان بالقلب، وحتى يعني هذا أنا أيضا ممكن يعني إنه المجتمعات الشرقية ممكن حتى أحيلها لمقولة الهيجل، يقول المجتمعات الشرقية لا تعرف شيء اسمه الحرية، يعني الإنسان داخله ما يفهم شيء اسمه حرية ولا يعرف إنه ممكن يكون حر، هو ممكن الحر بالنسبة للإنسان الشرقي يقول هو، أو كثير آخرين يقولون من الغربيين يصفون وضعنا بطريقة سيئة، أو بعد هاي راد لها نقاش أنا ما أتبنى طبعا، لكن يقول أنه فكرة الحر أو المتحرر فكرة شريرة تعتبر بالنسبة للشرقي، وأنه فكرة الحرية بالتالي غير مطروقة للشرقيين لحد هذا اليوم. هنا راح أوضح أنه أكو تراث طبعا جميل يوحي بأنه مع هذا، يعني انه تراث موجود اكو يوحى بان الايمان مستقل، بس هذا اهمل كما قلت. والسؤال كما يعني شوف ليش تحول تعريف الايمان من العرفان الى الاذعان، يعني من معرفه الى طاعه، لانه كما قلت او اشرت الى ان الايمان ليس امرا قابلا للاهمال، ولا يمكن لاي دوله او سلطه ان تهمل هذا الموضوع بدون ما تحاول السيطره عليه وتحجم هذا الايمان، لان الايمان معناته فرد، والفرد معناتها مستقل، والاستقلال معناتها حرية، والحرية معناتها حرية التعبير، ومع الحرية التعبير معناتها انتشار انتهى بعد ما قطع. فإذا الدين هو معنى الكلمة، الدين هو عدو الإيمان. إذا ها كان هذا الإيمان لا يذعن للطاعة، أي بمعنى آخر أن أصل الطاعات هو الإيمان، وهذا تعريف مماثل، هذا تعريف مال الفقهاء، ما أعرف يعني إذا أطلع لكم أصل الطاعات والإيمان، والغاية ما هي الغاية؟ الغاية تجريده من القلب، يعني شرع، يعني الإيمان أصبح ليس فعلا خاصا، ليس فعلا إنسانيا. المعتزلة مع الأسف كان موقفهم سيء بهاي المسألة، وحاولوا يلفلفون الموضوع وقالوا المنزلة بين المنزلتين. على كل حال هذا التعريف اللي هو أصل الطاعات والإيمان، هذا مو تعريف الإيمان، هذا تعريف الدين، وهذا غلط مقصود. يعني يقولون من ترك شيئا من الطاعات فقد خرج من الإيمان، والغاية شنو؟ الغاية التكفير والقهر والاستبداد وإلغاء دور الإنسان وسحق شخصيته تماما وجعله مجرد عضو يعمل في حظيرة الدين،
هناك موقف للشافعي وين بالله يقول بالله راحت ما أعرف الشافعي يقول الإيمان ما له علاقة بالكفر، لا علاقة له بالكفر. هذا موقف طبعا من أطرف ما يكون، راح أقرأ لكم إياه. يعني الإيمان لا علاقة له بالكفر. صديق محمد قال لا الإيمان راح يؤدي بنا إلى العلاقة، لكن الشافعي تحديدا يقول الإيمان ما له علاقة بالكفر. راح بالكفر راح أقول لكم شلون. يقول بالضبط، يقول إن أصل الإيمان هو التصديق بالجنان، ويعترف طبعا هو يعترف بأنه مسألة تعريف الإيمان مسألة صعبة، لكن يقول الإيمان هو التصديق والإقرار والعمل. فالمخل بالأول وحده فهو منافق، وبالثاني وحده فهو كافر، وبالثالث وحده فهو فاسق. يعني النتيجة وين هاي راح يطلع منه؟ نشوف انه اللي راح يعني عنده مشكلة بالتصديق او عنده اصل الايمان فقط هو كافر او فاسق. يعني تخيل ان المخل بالتصديق اي باصل الايمان هو منافق فقط، تخيل المفارقة. يعني مو كافر ولا فاسق، يعني اللي يخل بالتصديق اللي ما يصدق يعني هذا مو كافر، هذا لا مجرد فاسق او يعني منافق. يعني معناتها بالنتيجة أن الكفر والفسق والفسق ليس لهما أي علاقة بأصل الإيمان. يعني الذي لا يؤمن ليس بكافر، هذا قول الشافعي أنا ما عليه. وأقول لكم المصدر، المصدر هو المصدر حتى الصفحة التهانوي كتاب كشاف إصطلاحات الفنون، هذا من منشور أعتقد دار ناشرون لبنانية، وبصفحة 112 اعتقد يعني ما اتذكر بالضبط 112، وانا عندي مستنسخه وممكن راح اسويها مقاله واذكر لكم المصادر كلها. راح اوصلكم ترادف الاشاعره، يعني شو يقولون؟ يقولون يعتبرون التصديق بالقلب هو تمام مفهوم الايمان. وطبعا هذا منطق جميل وحديث، والقضيه تتعلق هنا بعلاقه الايمان بالحريه باعتبارها تكليف. يعني يقول الاشعري ان الايمان كلام نفسي وهو عقد الايمان، وهذا المعنى طبعا يتناقض مع تعريف لا مشكله، وكلامه جميل الاشعري، لكن المشكله وين؟ انه يتناقض مع تعريف الاسلام. يعني ما يعني اسلام وطاعه، يعني هو اسلام يعني تستسلم وتذعن، فهنا مشكله كبيره. يعني فعلى كل حال انا اعتقد قدمت صوره يعني واسعه للموضوع، و اقول بان كما قلت بان الفقه المشكله وين؟ الخلط بين الايمان والدين صار وأصبحت قضية يعني صياغة فضفاضة كما قلت، وهذه فضيحة. والقضية الأساسية اللي صار إنه الفقه أصبح يعني شلون أقول لك، يعني صار تحول الفقه إلى هو يعني إلى ما له علاقة بالإيمان، تحول السياسة بالكامل. يعني ماكو شيء اسمه إيمان بعد ذلك، يعني وما له علاقة الفقه ما له علاقة بالقلب على الإطلاق، وأي معنى إنه ما له علاقة بالإنسان. يعني هاي مصيبة، الفقه كله ما له علاقة بالإنسان ولا علاقة بالقلب ولا يعترف بالقلب، وإذا يعترف بالطاعة فقط. إذا عندك إيمان وماكو طاعة مريدك اطلع برا، أنت كافر. شكرا جزيلا، وأتمنى أكون قدمت لكم الآن أترك كلمة للصديق محمد، وأعتذر على الإطالة. موجود؟ شكرا جزيلا. نعم نعم أكيد، شكرا جزيلا أستاذ منصور، وكلام جميل و لا صراحة عندي يعني عليه تعليقاتك. ما في صوت؟ كيف؟ لا حاولت اختصر واستعجل بس ما اعرف يعني طولت. نعم. لا لا ما طول، بالعكس الموضوع يحتمل اكثر من هذا بكثير. و هو لما العلماء تكلموا في موضوع الايمان ومنهم الشافعي وغير الشافعي طبعا، هو لان الموضوع مش محسوم دينيا، يعني من ناحية النصوص الأساسية التي لديك من ناحية كذا. الإيمان لا يختلف كثيرا في جوهره عن الإسلام، بمعنى أنه أيضا يطلب منك الطاعة. قد يظهر هذا الكلام غير واقع لأن الإيمان شغلة قلبية، ولكن الإسلام أتى بطريقة واضحة. يعني لما قال لك الإيمان قال أن تؤمن بالله. طيب إيش يعني تؤمن بالله؟ أو تؤمن بملائكته وكتبه وآخرها القرآن، يعني حسب الشريعة الإسلامية.
وتؤمن بالجنة يعني باليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير وشر. الإشكالية في هذا كيف أستاذنا؟ أنا إشكالية أنك لما تأتي وتقول أنا أؤمن بالإسلام، أنا أؤمن بالله وأن هذا القرآن منزل من الله، فأنت ستضطر أوتوماتيكيا أن تطبق وتذعن وتنقاد لهذا اللي موجود بالقرآن بغض النظر عن التفسير. لماذا؟ لأن قد نختلف في التفسير، ولكن مثلا هناك في القرآن مثل ما كتب الأستاذ حاتم، ما هو حمالة توجه، ولكن هناك في القرآن أيضا كتب عليكم هذا افعلوا كذا. فإذا أنت كيف ستتعامل مع هذا هذه النصوص؟ كأنت تؤمن بأن هذا من عند الله وأن الله أمرك أنك تعمل 1 2 3، كيف ستتعامل مع هذا؟ أنت في بطريقة أو بأخرى ستضطر أنك تعمل نوع من الطاعة لهذا الإيمان، لا تستطيع أن تبقى في دائرة القلب. هذه هي الإشكالية. الإشكالية الثانية أن الإيمان، يعني أنت كيف راح تعرف يعني إيش هو كيف يكون؟ وأنا هنا يعني عجبني ما كتبه الأخ حاتم، الأستاذ حاتم، قال أنا كيف نؤمن ونشهد بوجود شيء لم نراه لا نعرفه؟ وهذه إشكالية النصوص الدينية بشكل عام فيما يتعلق بالغيبيات. يعني إحنا الآن كيف نعرف؟ الآن أنا أقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أنا كيف أشهد بهذا الشيء؟ كيف أؤمن بهذا الشيء؟ طيب الآن محمد شخصية تاريخية والدليل على وجوده يعني ممكن إثباته، ولكن كيف أنا أثبت بقية الأمور؟ كيف أؤمن بالملائكة؟ كيف أؤمن بالكذا؟ لا هو عد هذا الكلام أنا نسيت فقرة رح أذكرها، أنه فعلا أنه أوكي محمد يقول لك وأطيع الله وأطيع الرسول وكذا، يعني وآمنوا بالله والرسول وأولي الأمر، يعني ما أذكر العام بالضبط، بس هي الفكرة آمنوا بالله ورسوله الذين آمنوا كذا. أوكي آمن، لكن هو يؤمن ما قال له أؤمن يعني بالقوة، ما قال له بالقوة أؤمن، إن قال لك آمنت النصوص فيها قوة. مثلا أعطيك على سبيل المثال نفس محمد النص القرآن، لا محمد يقول ماذا؟ يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. شو تسوي له بعد؟ هو في البداية كان يطالب بالإيمان أو الإيمان الآخرين به من القلب في البداية، يعني أكيد طبعا مستضعف هو بالمكة، ما يعني هي فقرة تبقى أساسية ما ممكن تغافل عنها، يعني إيمان القلب لا يمكن أن ترميه برا، يعني هاي مصيبة الإسلام. لا تستطيع أكيد، ولكن هل يجزئ؟ المشكلة هي وين؟ أن هذول الناس الذين يقولوا لك الإيمان، هل هذا الإيمان يجزئ عشان أنت تكون إنسان مسلم ومؤمن وكل هذا الكلام؟ قالوا لا يجزئ إلا عند من؟ إلا عند الجهمية الذين يسمون، الذين قالوا بقول جهم بن صفوان، والآن الذين على هذه الطريقة ما أغلبهم صوفية، دراويش ما لهم علاقة لا بالعير ولا بالنفير، يعني ما لهم تأثير سياسي ولا أي حاجة. ولكن المشكلة أن على مدار التاريخ المذاهب الإسلامية، الطرق الإسلامية الذين كانت لهم قيادة الناس، هؤلاء ما كانوا يقولون بها، ما كانوا دائما يطالبون بإقرار اللسان أو بإقرار اللساني وخضوع الأركان، خضوع الجوارح. هم قالوا هذا لا يجزئ من الإيمان إلا إذا أدخلت الطاعة فيها. كيف؟ انتفى الايمان يعني عندما دخل الطاعه. هو قال ماذا؟ قال ماذا؟ قال انت صارت سياسه. ما هو هذا هو، ما هو العمليه متداخله. انت هذا التقسيم الذي عندنا، مثلا التفريق الذي احنا عندنا الان، نقول يا عمي الايمان شغله قلبيه، روح اؤمن ما تؤمن كذا. الذين فسروا الاسلام ما قالوا هذا الكلام، قالوا لا 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 لا، الايمان مش مساله قلبيه فقط، لا انت تحتاج تعمل 3 شغلات عشان تصير مؤمن. اولا لازم تؤمن بالقلب، ثانيا لازم تقر بذلك بلسانك، ثالثا لازم تنقاد عمليا، لازم تأتي بالواجبات وتبتعد عن المحرمات. يعني احد كيف نستطيع نسمي كيما؟ قال ما نستطيع. واذا هذا الذي وصلنا من سيرة النبي محمد والصحابة وهذا التاريخ في الخطوط العريضة، هذا يؤكد ان اقوال هؤلاء اقرب للصواب. لماذا؟ لان النبي عمليا هو هكذا تعامل مع الناس، ما رضي منهم بأنهم يقولوا فقط أنا أشهد لا إله إلا الله وخلص، أنا أؤمن بقلبي أن الله موجود وكذا، ما رضي بذلك منه.
بل كان يدعوهم للصلاة ويدعوهم للزكاة وللصيام وللحج، وكان أكثر من هذا. إذا ما عملوا هذه الأمور قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، إذا فعلوا عصموا مني أموالهم ودماءهم إلا بحقها. إذن وين وصلنا؟ وصلنا أنا كما قلت لك أنه الإسلام عدو الإيمان، أنه الإسلام لا، والإسلام والإيمان لا، هذا الإسلام والإيمان، والإيمان بتعريف من؟ إذا نتكلم عن تعريف الإسلام، الظاهر أنهم قالوا أن الإسلام والإيمان هما نفس الشيء، لازم تختار هذا الكلام، تأخذوا باكيج واحد، ما تستطيع أنك تفرق بين هذا. هذا لفه دوران، يعني أنا ممكن أعرف لك، أقول لك القمر هو كذا وكذا، القمر هو هو قمر الدين مثلا، ولكن لا، هناك حجة. يعني إذا أردنا أن نتناقش في هذا فلسفيا قليلا، هما قالوا ماذا؟ قالوا إذا الإيمان هو التصديق، انظر إلى هذه المحاججة، أنا يعجبني إلى حد كبير هذه المحاججة، أقول لك ماذا؟ يقول إذا الإيمان هو التصديق، أنا إذا أتيت لعندك وقلت لك أن بيتك يحترق وأنت تقول نعم صحيح كلامك صحيح أنا أصدقك، ولا تتحرك من مكانك ولا تقوم ولا تنخض ولا تقوم بإطفاء هذا النار، هل أنت تكون مصدق لكلامي وقتها بدون أنك ينبني عمل حقيقي على تصديقك لكلامي؟ قال لا، هذا أكيد مش مصدق، حتى وإن زعم أن هناك تصديق في قلبه، أليس كذلك؟ لا، هذا من المحاججات التي طرحوها. المثال شنو المثال؟ ما انتبهت. المثال هو أن مثلا أنا إذا أتيت لديك وقلت لك أستاذ منصور بيتك يحترق، نعم، وأنت جالس تشرب الشاي ماتك وعادي والحوار مستمر، نعم، وقل إيه نعم صحيح أنا أصدق كلامك، هل عدم وجود ردة فعل وخوف وقيام وخشية من حرق بيتك وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، هل هذا يعتبر تصديق؟ قالوا هذا كيف هذا يصدق؟ هذا يزعم أنه يؤمن، هذا ليس مؤمن. قال لماذا؟ قال لأن الإيمان لابد أن ينبني عليه ردة فعل حقيقي للخبر الذي أتى له. قال وهذا الذي يقول أنا أؤمن بالله ولا يوجد في حياته ما يدل على أنه مؤمن بالله من الامتثال للأوامر القرآنية والتي أتت بها الشريعة واجتناب النواهي التي أتت بها، هذا إذن لا يعتبر مؤمن. لماذا؟ لأنه يكذب بفعله ما يزعمه بلسانه، فكيف نعرف أنه؟ فهم جعلوا ماذا؟ جعلوا الأعمال دليل على ما يوجد في القلب، ولذلك قالوا أن هذا هو لا يؤمن أصلا، لو كان يؤمن، وهذا على فكرة يعني منهم من قال هذا الذي يأتي ويقال له تب إلى الله وأقم الصلاة وثم يستتيبونه 3 أيام ويقول أنا أقر بفرضية الصلاة ولكني لا أصلي حتى يضرب عنقه، قال هذا كيف يؤمن بالصلاة وهو لا، يعني وصل به الحال إلى أنه يضرب عنقه وهو لا، يعني وهو لا يريد الامتثال ولا يريد القيام بالصلاة، فهذا فيها نوع من المنطق. لماذا؟ لأن التصديق القلبي في كثير من الأوقات هو ينبني عليه عمل بدني، أليس كذلك؟ نعم، لكن انت مو تشبرك، يعني ما يخالف، انا على راسي هسه انت عندما ذكرت المثال الحريق، هذا الحريق ممكن، هذا لا يصح برايي، لان هذا الحديث ممكن اختبار، انت القضيه الدينيه والايمانيه الدينيه هناك نوعان من الايمان، هذا لا يصح، لا يعتبر ايمان، هذا يعتبر خبر وتكذيب خبر، وممكن التحقق في هذا الامر، هذا مو ايمان، هذا خبر ومعلومه وبلاغ. فأما أنه يكون إيمان، لا، هذا موضوع يختلف، هذا محاولة لجر، يعني جر قرصة الخبز للإيمان. هذا مصطلح الإيمان كمفهوم بشروطه، شروطه أنه أنت تؤمن بشيء غيبي. إحنا نتحدث الآن بين مستويين، مستوى الحياة الدنيا كما يقول يعني الخطاب الديني، والحياة الآخرة بين الدين والدنيا. فهذا الإيمان اللي نحكي عنه، عندما أروح على شغلات أخرى لها الموضوع يختلف تماما. أما قلت التكملة مالتك مال كان نسيتها شنو وراها، يعني حكيت عن هو الفكرة أنك كيف تزعم شيء بقلبك وأنت تفعل خلاف ذلك بأفعالك، أي بأفعالك على عين وراسي، لكن هذا أيضا إلى شرط إضافي. لا، يعني أنا مثلا عندما أنا أؤمن بشيء أنا أقوم بفعل، أوكي لا بس ما عندي مشكلة، أنا أؤمن مثلا بالباراسايكولوجيا مثلا، وهو مو علم طبعا، لكن ناس كثيرين يؤمنون به بالتليباثي،
بالتخاطر هذا بالعربي، فيؤمنون به. بس يعني هذا هو مؤمن بها، مو تجبرني انت. يعني انا مو يعني يعني الطاعه كما قلت اكو تطلب وجود اطراف. فانا عندما اؤمن بشيء بداخلي بانه هنالك شيء غيبي، لكن انا ما اؤمن بانه انت تصير ملك علي او انا اطيعك، هذا مو ايمان، هذا سلطه، هاي سياسه، هذا لا يعتبر، هذا خارج افق الايمان. اكو ايمان حر و... هو 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 هناك مرحلتين من الايمان، المرحلة الأولى أو مش من الإيمان، من الإسلام. نعم. وإذا هذا الذي وصلنا من سيرة النبي محمد والصحابة وهذا التاريخ في الخطوط العريضة، هذا يؤكد أن أقوال هؤلاء أقرب للصواب. لماذا؟ لأن النبي عمليا هو هكذا تعامل مع الناس، ما رضي منهم بأنهم يقولوا فقط أنا أوكي أنا أشهد لا إله إلا الله وخلص، أنا أؤمن بقلبي أن الله موجود وكذا، ما رضي بذلك منهم. بل كان يدعوهم للصلاة ويدعوهم للزكاة وللصيام وللحج، وكان أكثر من هذا إذا ما عملوا هذه الأمور قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، إذا فعلوا عصموا مني أموالهم ودماءهم إلا بحقها. إذن وين وصلنا؟ أنا كما قلت لك أنه الإسلام عدو الإيمان، أنه الإسلام لا، والإسلام والإيمان لا، هذا الإسلام والإيمان، والإيمان بتعريف من؟ إذا نتكلم عن تعريف الإسلام، الظاهر أنهم قالوا أن الإسلام والإيمان هما نفس الشيء، لازم تختار هذا الكلام تأخذه باكيج واحد، ما تستطيع أنك تفرق بين هذا. هذا لف ودوران، يعني أنا ممكن أعرف لك أقول لك القمر هو كذا وكذا، القمر هو هو قمر الدين مثلا، ولكن لا، هناك حجة. إذا أردنا أن نتناقش في هذا فلسفيا قليلا، هم قالوا ماذا؟ قالوا إذا الإيمان هو التصديق، انظر إلى هذه المحاججة، أنا يعجبني لحد كبير هذه المحاججة، أقول لك ما هذا يقول، ألا إذا الإيمان هو التصديق، نعم، أنا إذا أتيت لعندك وقلت لك أن بيتك يحترق وأنت تقول نعم صحيح كلامك صحيح أنا أصدقك، ولا تتحرك من مكانك ولا تقوم ولا تنخض ولا تقوم بإطفاء هذا النار، هل أنت تكون مصدق لكلامي وقتها بدون أنك ينبني عمل حقيقي على تصديقك لكلامي؟ قال لا، ذاك مش مصدق حتى وإن زعم أن هناك تصديق في قلبي، أليس كذلك؟ لا، هذا من المحاججات التي طرحوها. المثال شنو المثال؟ ما انتبهت. المثال هو أن مثلا أنا إذا أتيت لديك وقلت لك أستاذ منصور بيتك يحترق، نعم، وأنت جالس تشرب الشاي ماتك وعادي والحوار مستمر، نعم، وقل إيه نعم صحيح أنا أصدق كلامك، هل عدم وجود ردة فعل وخوف وقيام وخشية من حرق بيتك وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، هل هذا يعتبر تصديق؟ قالوا هذا كيف هذا يصدق؟ هذا يزعم أنه يؤمن، هذا ليس مؤمن. قال لماذا؟ قال لأن الإيمان لابد أن ينبني عليه ردة فعل حقيقي للخبر الذي أتى له. قال وهذا الذي يقول أنا أؤمن بالله ولا يوجد في حياته ما يدل على أنه مؤمن بالله من الامتثال الأوامر القرآنية والتي أتت بها الشريعة واجتناب النواهي التي أتت بها، هذا إذن لا يعتبر مؤمن. لماذا؟ لأنه يكذب بفعله ما يزعمه بلسانه، فكيف نعرف أنه؟ فهم جعلوا ماذا؟ جعلوا الأعمال دليل على ما يوجد في القلب، ولذلك قالوا أن هذا هو لا يؤمن أصلا. لو كان يؤمن، وهذا على فكرة يعني منهم من قال هذا الذي يأتي ويقال له تب إلى الله وأقم الصلاة وثم يستتيبونه 3 أيام ويقول أنا أقر بفرضية الصلاة ولكني لا أصلي حتى يضرب عنقه، قال هذا كيف يؤمن بالصلاة وهو لا، يعني وصل به الحال إلى أنه يضرب عنقه وهو لا، يعني وهو لا يريد الامتثال ولا يريد القيام بالصلاة. فهذا فيها نوع من المنطق. لماذا؟ لأن التصديق القلبي في كثير من الأوقات هو ينبني عليه عمل بدني، أليس كذلك؟ نعم، لكن انت مو تجبرك، يعني ما يخالف، انا على راسي هسه انت عندما ذكرت المثال الحريق، هذا الحريق ممكن، هذا لا يصح برايي، لان هذا الحديث ممكن اختبار،
أنت القضية الدينية والإيمانية الدينية هناك نوعان من الإيمان، هذا لا يصح، لا يعتبر إيمان، هذا يعتبر خبر، وتكذيب خبر وممكن التحقق في هذا الأمر، هذا مو إيمان، هذا خبر ومعلومة وبلاغ. فأما أنه يكون إيمان، لا، هذا موضوع يختلف، هذا محاولة لجر، يعني جر قرصة الخبز للإيمان. هذا مصطلح الإيمان كمفهوم بشروطه، شروطه أنه أنت تؤمن بشيء غيبي. إحنا نتحدث الآن بين مستويين، مستوى الحياة الدنيا كما يقول يعني الخطاب الديني، والحياة الآخرة بين الدين والدنيا. فهذا الإيمان اللي نحكي عنه، عندما أروح على شغلات أخرى لها الموضوع يختلف تماما. أما قلت التكملة ما تكمل، كان نسيت شنو وراها، يعني حكيت عن هو الفكرة أنك كيف تزعم شيء بقلبك وأنت تفعل خلاف ذلك بأفعالك. اي بفعلك على عيني وراسي، لكن هذا ايضا الى شرط اضافي. لا يعني انا مثلا عندما انا اؤمن بشيء انا اقوم بفعل، اوكي لا بس ما عنده مشكله، انا اؤمن مثلا بالباراسايكولوجيا مثلا، وهو مو علم طبعا، لكن ناس كثيرين يؤمنون به، بالتليباثي، بالتخاطر هذا بالعربي، فيؤمنون به، بس يعني هذا هو مؤمن به، مو تجبرني انت. يعني انا مو يعني الطاعه كما قلت تطلب وجود اطراف. فأنا عندما أؤمن بالشيء بداخلي بأنه هنالك شيء غيبي، لكن أنا ما أؤمن بأنه أنت تصير ملك علي أو أنا أطيعك، هذا مو إيمان، هذا سلطة، هاي سياسة، هذا لا يعتبر، هذا خارج أفق الإيمان. أكو إيمان حر و... لا، هو 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 هناك مرحلتين من الإيمان، المرحلة الأولى مش من الإيمان، من الإسلام. هذا الذي قاله يعني الذين حاولوا أن يوفقوا بين النصوص، ماذا قالوا؟ أنا الآن أحاول أن أذكر لك محاججة التيارات الإسلامية كيف فهمت هذا الكلام. ذكرت لك ماذا قالوا؟ الفضيحة، الإيمان ما له علاقة بالكفر. أنا أشك في أن الأشعري قال هذا، لأن أبو حسن الأشعري في ترجمته لما ذكره ابن كثير والذهبي، يعني هو كان يقول أنا على طريقة أحمد بن حنبل، أنا يعني، وهذا كلام ابن قريت لا 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 الفكرة، هذا كلام ابن، أنا عندي الكتاب تبعه والمقالات لأبي الحسن الأشعري، فإذا أحببت أننا ممكن نأتي ونناقش كلامه هو من ما ينسب إليه. أنا أقصد الشافعي مال الإيمان، الشخص هو أبو الحسن الأشعري، أستاذ أبو حسن الأشعري، هو كان من المعتزلة. لا قلت لك موقفه جميل الأشعري. لا أنا بغض النظر عن الجميل، وأنا أنا أقول أن أبو حسن الأشعري هو يعني كثير من الأقوال تنسب إليه، ولكن هو مثلا الذين تكلموا عن أبو حسن الأشعري وترجموا وقالوا أنه ماذا كتب وعلى ماذا مات وكذا، هذا كلام أبو حسن الأشعري موجود في الفرق الإسلامية وفي مش الفرق الإسلامية، شو كان اسمه، كتاب مقالات الإسلاميين، وعنده وأصلاً أنا أقول لك هذا الكلام جبته من صفحة 300، حتى للمستمعين أيضاً يشوفون، من صفحة رقم 300 من 298 إلى 303 من كشاف إصطلاحات الفنون للتهانوي. يعني مو كلام أبو حسن الشعري، والآن هو أيضاً هو بداخل المصادر الأصلية، يعني داخل تلقاها. أنا لأني عملت بهذا، يعني الآن أنا أعطيك مثال على موضوع، هذا التهانوي مولود أو توفى سنة 1725، يعني بينه وبين أبو حسن الأشعري ما يقارب تقريباً، لا هو هذا التهانوي، يعني هذا مرجع معتمد، هو هذا شو يسوي، هذا جامع الكلهن، لا ما هو هذا الكلام بالأكاديمية، هذا مصدر أساسي الآن أصبح، يعني مصدر لا لا هذا مصدر كبير ومهم لا. جدا هو انا الان اذا الكلام يعني هو كيف يكون الاستشهاد، هو كشاف لا اسمح لي أنا العزيز حبيبي. هذا مو كتاب شو اسمه، مو كتاب يعني هو مش نقطه مهمه كثير، ولكن لا انا من اقول لك هذا المصدر الكلام هي اللي اقوله من هذا الكتاب، هذا مو كتاب، انا متفهم ان عندك مصدر كلام، لا هذا كشاف وليس كتاب مؤلف، يعني
كشاف يعني موسوعة. أنا الآن أقول لك أستاذنا الكريم، يعني الآن نحن لما نأتي نريد أن ننسب قول لشخص، تمام؟ فالأصل نحن ماذا نعمل؟ نأتي بمصدر الشخص نفسه اللي كتبه، ونأتي الكلام من كتابه. أما وأنا هذا الكلام رأيته كثيرا، يعني عند الذين ينسبون كلام لفلان وعلان، بل أكليش نذهب إلى أبعد من هذا. يعني الآن صاحبنا، صاحب المقدمة ابن خلدون، انظر ماذا نسب في كتابه في المقدمة لما ذكر موضوع الطاعة والخوارج والحسين وخروج الحسين وكذا، وعندما ذكر أن الحسين قتل بمثل هذه النصوص، ونسب هذا الكلام لمن؟ لابن العربي، هذا القاضي ابن العربي المالكي الذي كتب كتاب العواصم من القواصم. وعندما رجعنا إلى كتابه، كتاب ابن العربي، رأينا أن ما يقوله ابن العربي وما اقتبسه ابن خلدون غير صحيح. ابن خلدون هنا ما كان أمينا بهذه الدرجة في نقل كلام ابن العربي، والاثنين مالكية والاثنين قضاة والاثنين من فطاحلة العلماء. لا أنا متأكد 100% من المصادر، ما عنده، ممكن تفحص بنفسك. لا طيب انا اضعنا المصدر بعدين، وانا اعمل البحث، لان انا اعرف مقالات ابو حسن الاشعري. ابو حسن انا اعطيتك المصدر ورقم الصفحه، بعد ايش تريد؟ انا ما اريد اي شيء، انا يعني انا راح اكتب الان. لا بس هو الاشعري بالعكس، انا ما جاي، انا جاي اقول كلامه لطيف يعني، ما هو بغض النظر جميل او سيء يعني. انا يعني شفته غريب عليه يعني، ما دافتم. الغريب أنه أبو حسن الأشعري لا يقول بهذا الكلام، وإنما أبو حسن الأشعري بالمجمل على أي كلام هو لا، لا, لا يخرج القلب من الاعتقادات من الإيمان، وهو يقول بأن الإيمان مثل هذا الذي يسمونه مرجئة الفقهاء، يقولون أن الإيمان قول وعمل. كيف هو يقول بالضبط أن الإيمان هو قول الإيمان، أن الإيمان كلام نفسي وهو عقد الإيمان، هذا كلام. أيوة، ولكن هذا النص وين كلامه تفصيله في هذا هو كلامه الذي ما كلام النفسي وهو عقد الإيمان. هذا المجمل، هذا العنوان، وين تفصيله بتعريف الإيمان؟ هو موجود بهذا، اعطيتك المصدر يعني. هذا انا ما اشوف فيه مشكله، ولا حتى انا ارى فيه مشكله، بل هذا الكلام كله يعني هو مثل ما يقال يعني، وعباره عن اقوال ناس ماتوا قبل 1200 سنه، واحنا الان نحاول اننا نفهم يعني كيف كانوا ينظرون لموضوع الإيمان. هسا راح أقول لك بالضبط اللي قال. هسا يقول قال القاضي الآمدي: التكليف بالإيمان هو تكليف، هذا نص، هو تكليف بالنظر الموصل إليه، وهو فعل اختياري، والدعوة، هذا مو نص، والدعوة للنظر في حكمة الخلق ليست من جنس سياسة طاعة، والتكليف بها هو نمط حرية موجبة في ذلك أن التصديق كما يقول الأشعري بين قوسين هو كلام نفسي وليس طاعة، هذا أقول لك الكلام الشرح، وليس طاعة لأحد معنى يعني. ويتمثل فقط نص أن ينسب الصدق إلى المخبر اختيارا، هذا كلام الأشعري. إذن هو معنى آخر يقول يعني اعتبار كلام النفس هذا هو عقد الإيمان. إذن مهم، نعم. بس على القول الخطير هو قول الشافعي اللي هو جرى اعتماده يعني. وهو ماذا قال؟ ماذا قال الشافعي هذا؟ قال، انا اكرر لك الكلام، قال ان الايمان هو التصديق والاقرار والعمل، فالمخل بالاول وحده هو المنافق، وبالثاني وحده كافر، وبالثالث وحده فاسق. هذا نص. طيب هو هذا الذي عليه مرجئة الفقهاء بكل عام. اي هذا الشافعي بطل العالم. النتيجه وين وصل؟ هاي النتيجه شنو معناتها يعني اللي طلعت من عندها؟ انه هو يوقف عند اصل الايمان، يعني اللي واقف عند اصل الايمان هو شو اسمه؟ هو كافر او فاسق. المضحك وين؟ انه المضحك ان المخل بالتصديق اللي هو أصل الإيمان طبعا هو منافق فقط، يعني مو كافر. لا كافر، لأن هنا المنافق عندهم الأصوليين أو الفقهاء كلهم لما يتكلمون عن المنافق.
أنا أتحدث لك الشافعي. لا لا لا، أنا أتكلم أنا كمان عن الشافعي وعن كل الفقهاء، يعني كل الفقهاء إيه؟ هذا كلام أصحاب المذاهب السبعة عشر. لا بس ثواني، هما ماذا قالوا؟ قالوا المنافق في الدنيا له حكم الإسلام لأنه يظهر الإسلام، وفي الآخرة فهو له حكم الكفار لأنه غير مؤمن، ولا يعني أنه ما مكافر لا، ولكن هناك، وهذا هو الذي يقع فيه كثير من الناس عندما لا يفرقون في موضوع الإسلام حكما والإسلام حقيقة. قالوا الإسلام حكما ماذا؟ هو هذا الذي ينطبق عليك الأحكام، أنت خلاص تمتثل، فأنت وأنت وما ترى. مثل من؟ قالوا مثل هذا اللي كان في السيرة، شو كان اسمه؟ عبد الله بن أبي، صح؟ عبد الله بن أبي ماذا قالوا؟ قال أنه رئيس المنافقين. قال وماذا أتت الآية في ذمه؟ قال ولا تقم على قبري ولا تصلي على أحد منهم مات، وكل هذا الكلام. لماذا؟ لأن هذا هو له حكم المنافقين في الآخرة، وحكم الكفار عفوا، وفي الدنيا هو له حكم المسلمين، طالما أنه يقر بالشهادتين ويصلي ويصوم وكذا، أنت لا تستطيع أن تنقب عن قلبه. فهذا هو الحكم المنافق في الدنيا، هو حكم المسلم، وفي الآخرة عند الفقهاء هو حكم الكافر الذي يخلد في النار. ولذلك قالوا ماذا؟ قال ماذا أثر القرآن؟ قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يعني هم في آخر حاجة في النار، والمنافقون هم الكافرون. هذه نص آية، يعني كذلك هناك آية كذلك يقول المنافقون هم الكافرون. هو بقى شيء مكافر، وكل شيء كافر في الإسلام، ما بقى كل شيء، بس أنا وكل شيء تتنفس أنت كافر، ما خلي شيء ما كفر. ايوه لو أنا يعني أنا والباقي كله خس، أنا وبس والباقي كله خس. أول الإسلام لا يقبل التعددية، لأنه هو أتى من اليوم الأول، قال وما يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فأنت ما عندك، هو يقبل النفاق، هو يقبل النفاق والكذب والدجل، هو يقبل النفاق، هو يقبل النفاق لأنه يعني متمثل في الطاعة، لأنك أنت تدخل في الطاعة. أي لكن التعددية ما يقبل، لا ما يقبل التعددية، لأنه التعددية هو كيف، هو كيف ينظر الموضوع من الناحية العملية. أنت كمنافق أنت ماذا يعني؟ أنك تخاف، هذا معناته شنو؟ أنك أنت عندك سلطة، وأنت الأمن مستتب لك. بالإضافة إلى هذا أنه هو ما عنده طريقة يعرف إذا أنت منافق أو لا، إذا كانت عنده طريقة ما كان يقبل بها. تتأمل أي نقطة هسه سؤال صديقنا، لأنه هو في القيامة ما قبل بها، يعني هو في القيامة في الآخرة بعد الموت وكذا والحساب ما قبل انك تكون منافق. قال ماذا؟ قال ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار، ما يرضى منك انك تكون منافق. لكن في الدنيا هو ما له طريقه، ما كيف يعرف انك منافق؟ انا اصلي مثلك، اصوم مثلك، يلا هو كيف راح يدخل في القلب؟ والشافعي برشمه قال لك هو بالعمل، يعني فعل بالقول وبالقلب والعمل. هو علماء السنه كلهم متفقين على ان الاعمال من الايمان، ولكن هم اختلفوا في ماذا؟ اختلفوا على قولين. قول منهم قالوا ان إذا أنت لم تأتي بالأعمال بأي عمل بدني، أي عمل بدني، هل أنت تكون مؤمن بوقتها مسلم؟ قالوا نعم. وقسم قالوا لا، إذا أنت تركت جنس الأعمال، أي أنك لم تأتي بعمل بدني واحد، فأنت لا لست مؤمن. واستدلوا على ذلك بالصلاة، قالوا مثلا من الأعمال البدنية الواضحة، إذا أنت لم تأتي بالصلاة فأنت لست مسلم، لست مؤمن. زين اوكي، يعني ليش ما ينطي حرية للناس انه على ما يقدر يوم يعني ما يستطيع يعطي حرية؟ لو أعطى حرية الناس ما راح تدخل. ما لها علاقة، أنا هسه أنا يا أخي أقول إيمان، يعني أنا بالقلب أنا ما أقدر أؤمن، يعني شو أسوي؟ يعني وين أروح؟ هنا مشكلة مهمة جدا أستاذ منصور، وهاي مسألة جدا يعني جدا جوهرية، وأنا كثير من الأوقات يعني أسأل الناس أنا ما أقدر أؤمن، أنا ما أؤمن بأي شيء، حتى بنفسي ما أؤمن. إيه بالضبط، وين أروح يعني؟ ها؟ هو هذه الإشكالية، الإسلام ما استطاع أن يستوعب هذا الكلام، قال وكفروا بها واستيقنتها أنفسهم، هو عنده تصور أنك أنت مؤمن من جواتك. بس انت لا، انت جاهل. كلمه الكفر هذا معنى كلمه الكفر، لانه هو يصادرك مقدما ويقول لك انت كافر، انت تعرف الحقيقه وتخفيها. بالضبط. هو خير. عشان ايه قال كافر؟ قال انك مثل المزارع تكفر الزرع، يعني يعني تخبيه في التراب. قال ما اعرف، يعني ما اعرف، بس هو شو يسوي؟ ايه بالضبط، هو هذا كثير من الاوقات اقول للاخوه. هو الإشكالية كيف؟ هو هذا الذي لا يستطيع أن يؤمن، يعني هو المشكلة الإيمان هو مش زر، هي قناعة. يعني الآن مثلا أنت الآن لو أتيت وقلت لي هل تعرف أن هناك شمعة تشتعل طولها 20 متر في على 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 سطح القمر؟ أنا الآن ما شفت هذا الكلام، أنا الآن مو قادر أستوعب هذا الكلام، ما يدخل عقلي، قانون الفيزياء ما يدخل عقلي، ما في أكسجين، ما في هواء، ما في كذا،
شمعة بهذا المكان هنيك، أنت كيف أعرف ما يدخل الآن أنا كيف أجبر نفسي وصدقك؟ هو إبريق مع برتراند رسل مشهور هذا، أقول لك أكو إبريق يدور بين بين الأرض والمريخ، فهذا موجود أنت لازم تؤمن به يعني، فأنت ما تقدر تكذبني، ما عندك ما تقدر تثبت إن أنا غلط، أتحداك فيك. هو نعم. وإشكالية الإيمان أنها ليست زر أنك تضغط عليها يقول أنا مؤمن أو أنا مو مؤمن. هو ليش معنى أنا حتى نطلع بنتيجة، هو ليش تحول الإيمان إلى مسألة اللي أنا أطلع بنتيجة بأنه الدين الإسلامي دين خالي من الإيمان بمعنى الحقيقي، فابتكروا إيمان. ولكن إيمان في ناس تؤمن بهذا الكلام، يا كل الناس ما استؤمن بكل هذا اللي موجود في هذا مو ايمان. فقلت لك هو التعريف انا سويت قدمتك تعريف، تعريف الايمان وتعريف الدين، وقالوا انه تعريف الايمان هو نفس تعريف الدين طلع، يعني هم جابوا تعريف الدين ولزقوه بتعريف الايمان، عارف قصدي؟ فاذا الايمان اللغة ما موجود هسه، حتى اذا اريد اراجع لك الكلام مالك بالضبط اللغة يعني. أنا كنت منتبه، هو نفسه يعني، هما لما تكلموا عن الدين والإيمان والإسلام وكل هذا قالوا هو نفس الشيء، وهذا تفريق عندنا إذن إحنا إذن، ولا يوجد تفريق في تصوره. إذن شنو الداعي بعد كلمة الإيمان؟ ما احتاج بعد، إذن صارت مجرد كلمة بس ما يقدرون يتخلون عنها، لأن مصيبة إذا تخلوا عنها. دين ما بي إيمان فهذا مو دين، هو أي دين بالضبط، أي دين. فلهذا يقول لك المؤمنين، يا أبا المؤمنين، هو ما يقول لك المؤمن بالمفرد، نادرا ما يقول لك المؤمن بالمفرد، دائما المؤمنين لأنه ما قطيع بالنسبة له، رعية وهي عبارة حيوانية يعني، ما رعية وراعي ويعني وحضرة الدين، هاي كلها عبارات. والسياسة، السياسة من سياسة الخيل، وأنه الناس الصوت يعني على يعني ضربة بالصوت يمشي الناس بالصوت، وفعلا هاي مسألة ما يمكن هو نظرتهم البدائية أصلا لما اخترعوا هاي اللغات وما اتخذوها من القطعان الحيوانية. اي ما هي يعني بالفعل هسه تشوف يعني طالبك ما واحنا شو كنا في البداية أستاذ منصور، احنا كيف عملنا تجمعات إنسانية، كيف سوينا احنا كلنا بالضبط عايشين مثل هذه الحيوانات، مجتمعات بسيطة، ولكن لقدرتنا على التواصل والتوسع صارت عندنا قطعان أكبر، بدل ما كنا 20 شخص صرنا 200 شخص مش هيك؟ فصرنا لا زالت المصطلحات هي نفسها التي نطورها ونستخدمها. هو هاي لا بس حوارنا حول ما هو ما حصل فعلا، ما حصل فعلا. فاحنا مو بس مثلا نجي على تطورات قواعد البيولوجية والإنسانية والبشرية كجنس بشري وتطور المجاميع البشرية وتحولها من مجاميع الصيد وجمع الثمار إلى الزراعة، اكتشاف الزراعة، بعد ذلك بدأت تظهر المدن والقرى وتحول الدولة المدينة ودولة الإمبراطورية وهكذا، هاي كلها مسيرة. لكن أنت ما يجيك دين يقول لك أنا نازل من السماء وأنت لازم تؤمن به، يعني شنو لازم أؤمن به؟ أنا ما أقدر أؤمن يا أخي، إيش سوي يعني؟ فهذا هنا القضية الخطيرة. فإذا عندما لازم الناس تفتهم بأن هذا إيمانهم ليس بإيمان، إنما هو طاعة، فأنت عليك أن تعرف بأنك لست مهما، قلبك ليس بمهم، وأن هذا الإيمان الذي يقال بأنك إنسان مؤمن أنت لست بمؤمن، إنما أنت مطيع. لا يوجد شيء اسمه مؤمن. مطيع لماذا؟ مطيع لماذا؟ مطيع لله وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم. بعد شنو؟ يا واضح، أكو واضح من هذا؟ يعني شنو أطيع الله وأطيع الرسول؟ فإذا ماكو إيمان، ما قال لك أؤمن به، قال لك أطيعني. أنت كيف راح تطيع إذا ما تؤمن به؟ وكيف راح تؤمن به إذا ما تطيعه؟ مو مهم تؤمن، هو حتى الإيمان المهم أنت حتى بالفعل باللسان كافي. يعني أنت ما كفرك، أنا ما عليه بقلبك، أنا المهم أريد أنك طاعة، لأنه الهدف الرئيسي للموضوع هنا الفضيحة. أنت حتى من شيء يقول لك باللسان، أنا المهم عندي لسانك. أنت مؤمن بلسانك إذا خلاص، حتى إذا كنت منافق مو مشكلة. المشكلة أنت مطيع وخاضع ومذعن لأمري وأنا هذا من ناحية المسلمين وليس من ناحية يعني من ناحية الله. أنا شاني بالله، الله هو الله كلمة، هاي شاني بها. إيه ما هو أنت إذا تريد تأخذ الفكرة أنت ماذا تحتاج؟ تحتاج أنك تشوف الآن أنا لما أقول أنا مؤمن مثلا أنا مؤمن
أطيع أوامر الله مثلا، أصلي وأصوم كذا، هذا ما ينفي أنه أنا مؤمن. اي طبعا، بس هسه سؤال صديقنا حاتم يقول شنو نفعنا الايمان، شنو هذا سؤال جيد، هذا سؤال جيد. انا في تصوري ان هذه النوعيه من الايمان وخصوصا عند الناس البسطاء كان له بالغ الاثر في اعطائهم حاله من الرضا والقدره والتحمل على بؤس الحياه، لان كثير من الناس ليست لديهم هذه القدره على استيعاب خشونة الحياة، وخصوصا في الأوقات الصعبة، في الحروب، عند فقد الأحباب، عند الفقر، عند الإعاقة، عند المصائب، وكل هذه النكبات التي يعني سواء طبيعية أو إنسانية. هذا الإيمان استطاع أن يعطي نوع من الطمأنينة والقدرة على الاستمرار عند كثير من الناس، من الذين كانوا يؤمنون بأن والله أنا ربنا راح يعوضني، أنا راح أصبر على فقد الحبيب، سألتقي به في الجنة، أنا بؤس الحياة التي عندي ومرارة العيش ربنا راح يعوضني بعد الموت، وكل هذا الكلام. فهذا ساهم في أن الناس تنخلق أو تتواجد لديها نوع من الطمأنينة يعطيها القدرة على الاستمرارية. إيه يعني وكذلك هناك إشكاليات ثانية، هذا الإيمان ليس ولا ينحصر عند هذا. هذا الإيمان مثل ما قلنا أنه لما صارت هذه الاختلافات في التعريفات صار هناك سفك دماء. الخوارج قالوا عن يعني لعلي بن أبي طالب قالوا إذا هو لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين، فهو والجيش تبعه ما كلهم كفار. وظل الخوارج يعني يخرجون ويقاتلون المسلمين يعني، وحتى يعني ضعفت شوكتهم وانتهوا في أيام عبد الملك بن مروان، يعني أيام الحجاج، وما ذكرنا في السابق أيضا كيف أنهم حتى أتوا والحجاج هرب منهم. يعني شو تسوي لهم هذول الناس؟ الناس يعني شو تسوي لهم؟ واحد يقاتل إلى آخر رمق، ما يهم أحد، ما يقول أنت كافر أنا يا أما قاتل أو مقتول، شو تسوي له هذا؟ يعني شو تسوي له؟ فهو دمروا الحياة، دمروا البشرية، حتى لما يعني هما كان في بوادر من هذا يعني، ولما خرج واحد منهم وكان عنده هذا التنطع وهذا الكذا، يعني في بعض الروايات ما نعرف صحتها من كذبها، لما قال اعدل يا محمد، قال أنا لهؤلاء يعني لو إخواننا هم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامي. مشكلة هؤلاء الناس يعني لما اختلفوا في مفهوم الإيمان. ولكن الناحية الثانية كمان المرجئة وهؤلاء هم ألعن، يعني الآن مثلا الذين كانوا يقولون بتكفير الحكام وكل هذا الكلام، رأيت جيش من الفقهاء والعلماء صاروا يبررون لهؤلاء الحكام، حتى ولو ما أدري مثلا هذا ما الملك فهد، أنت تعرف لا. الملك فهد يعني كان من أكثر الملوك السعوديين علمانية، وحتى أنه يعني له الصور أنه لبس الصليب وكذا، صار يبررون له. كان يتزوج مواطنة مصرية مشهورة هو رجال كان فاسق مخمور يعني حبس البارود يمكن وزوجها ملكة. هو كان رجال صاحب كاس ومزاج يعني ما كان عنده هو كلهم هكذا، ولكن هذا كان خمرجي يعني، وكان مدمن كحول يعني مدمن كلهم مش ومنهم يعني شوية فاهم اللي يأكد كلامنا بأنه هو شنو الملك يعني مقولتك هو عندما يجي الفقهاء هو نفس الشافعي شنو الشافعي من بسطه جابوه من اليمن وطوفت ضربه كم ضربة وتحول اجى من بغداد راح للقاهرة وتحول كان شخص متمرد. بعد ذلك بدأ صار مطيع ونزل على الكتبة وقال إنه الطاعة هي، وتخيل يعني تخيل إنه يعني هاي مقولة يعني كارثية بالنسبة لي، يعني مو معقولة يعني هو اتباوع عندما يتحدث بس يقول إنه لا التعريف هو فعلا صعب بصعوبة، عندما يتحدث كشخص يعني عالم دين، بس عندما يتحدث كفقيه لا يتحدث بلغة الـ يعني إنه الإيمان المفروض الطاعة، الإيمان هو طاعة. عجيب يعني يضحك على الناس علني، فشيء يعني شيء بصراحة يعني شيء فضيحة وكلام رجراج، وأنا أنا أستغرب هاي الناس عباقرة، هذا الزمن ألف سنة فاتت يعني هاي الناس شو استقبلت هاي الأشياء يعني الفهم بدائي ولا زال شلون الفهم بدائي. لا هذول ناس يعني سام مثلا نشوف الغزالي مثلا عقل جبار، لكن هو يجي لك قاعد ومترفه
وكان يرتدي أفخم الثياب ويطلع يتمشى ببغداد. يعني كان من شخص إلى وجاهة ويحب الفخر والتفاخر ومغرور، يعني معروف. أنا متابعهم حتى حالاتهم وحتى مواقفهم الشخصية، فهم كلش مغرورين. وبدأ بعد ذلك يعني قبل أمر أنه أتباع وطاعة وكو رعية وكو دهماء ورعاء وعامة. هاي المصطلح، وهاي شنو هم رجال الدين؟ هم كلهم هيك. أنت شفتك يوم رجل دين يتمشى يأكل بمطعم مثلا بصفك؟ ها؟ نادرا. مدولة تلاميذ، أنا ما أقصد تلاميذ. يستنكف أن يكون في مستواك أو يجي أو يتواضع. يعني أنتم طبقتين، من طبقة شكلية هاي بالكلام الكلام العام، وكو طبقة حقيقية. الطبقة الحقيقية لا غير متداولة فيما بين الناس. بالنتيجة الإيمان طلع ماكو إيمان بالدين. يعني هو بس غيروا المعنى وبقوا الكلمة مجرد هيكل. هو بقت الدولة هسه مثلا عندنا مجرد عنوان ما بمعنى. وحتى الدين نفسه الآن هو الدين، كلمة الدين بين نفسه كمفهوم أيضا مجرد كلام. يعني أنت بالدين الإسلامي أنا ما أعتبره دين صراحة. يعني كلش قليل، يعني مو دين، مدري شنو. يعني بالمسيحية بيها شوية جانب روحي، حتى اليهودية بيها جانب روحي، ويعني ذاك بس الإسلام ما بي ذاك. لهذا السبب شوف عنيف العلاقة بالسلطة. يعني قضية الوحيدة هي السلطة، وكل شيء آخر رجراج وغامض وغير واضح. لك الكلام الآن، أنا ارتاحيت هسه. أنا استوقفني كلام اللي مكتوب على الشاشة، أنه يقول لك طبعا حلم الجنة والحور العين والغلمان تجعل عرب الصحراء يضحي بكل شيء في سبيله. والصراحة ليس حور العين، وإنما هذا الكلام تحقق يعني عمليا. لأن وإيش هو حور العين؟ يعني أنت إذا مثلا أخذت مدينة وصار في سهمك مثلا 20 جارية، إيش هو حور العين؟ وهذا خلاص حور العين. يعني الحقيقة لا أعتقد أن أغلب الناس الذين كانوا يقاتلون تحت الرايات الإسلامية في الغزوات الأولى وما كان يهمهم لا حور العين ولا منيا. كان في ناس أكيد يعني عندهم إيمان وكذا، ولكن يعني أنت تشوف مثلا واحد أسلم ما كان هو لا هو صار إنه بالشوارع جنس بالشوارع، يعني مو ما كانت مرهبة. أيوة هذول الناس اللي راح متوفر بكثرة كان بذاك الزمن. يعني وكيف كان هو كيف كان الفكرة أنه الناس الذين أتوا ودخلوا الإسلام بهذه الأعداد الهائلة، يعني مثلا هو كيف كان يدخل الناس الإسلام؟ احنا عندنا مثلا قبيلة عبارة عن مثلا 30,000 واحد. هذه القبيلة شيخ القبيلة يدخل الإسلام، يصير مقدم في قومه، وهو في النهاية يعني تابع للدولة مثل غيره، والقبيلة معها تدخل الإسلام. فلما بعدين يروح بده يقاتل، شو راح يعمل؟ يأخذ أبناء قبيلته. هذول أبناء القبيلة متى آمنوا؟ متى صار حور العين؟ ومتى الجنة؟ ومتى الإسلام؟ ومتى صار تدريس؟ ما صار، ما في هذا الكلام. نفس الحالة العراق كان 90% مسيح، نصاطرة ويعاقبوا وهكذا. وحتى الجيوش الإسلامية هي، وإحنا يعني لازم نعرف أنه مثلا الدولة الإسلامية إلى ما يقارب نقول فترة المتى، يعني فترة المماليك يمكن بالدرجة الأولى، ما كان في جيش مؤسس، يعني ما أنت ما عندك. وكان في بعض الجيوش والرتب، ولكن هؤلاء ما تقام بهم الدولة والفتوحات وكل هذا الكلام. الذي كان يحصل، أنت عندما تحتاج إلى حرب تروح تحشد الناس، اللي بده يجي بالجهاد وبدعوة الجهاد وفتح ما أدري شنو يجي بهذا، اللي ما بده يجي بهذا أنت شو كنت تعمل؟ تروح تشتري مقاتلين، تشتري ناس مرتزقة، وهذا الذي كانوا يسمونهم يؤسسون الجيوش أو يجهزون الجيوش بها. هذا الكلام من الصدر الأول، يعني من زمن الرسول إلى نهاية زمن المماليك، وطبعا إلى بداية زمن المماليك والدولة العثمانية وكل هذا الكلام، كل نفس الطريقة. أنت تحتاج ماذا؟ تعمل جيش نظامي كذا. هذا الكلام صار متأخر. الناس ليش كانت تروح تقاتل وكذا؟ يجي رئيس عشيرة مع 2000 واحد يروحوا يقاتلوا، اللي يموت مثل هذا الفايكينج ومثل هذه القبائل الجرمانية واللي غزت أوروبا ومثل هذا مثل هذول الناس، يأتي ويروح ثم يرجع الناس
وصاروا مليونيرات كلهم. حتى يعني تستغرب من كلمة مليونيرات، ترى في كتب التاريخ حتى ما يعرف كلمة مليون، يقول لك وأتى بألف ألف درهم، وأتى مثلا بعشرين ألف ألف درهم، عرفت له يعني، وما يعرف يقول مليون، ما عنده هذه الكلمة، هو عنده بعد المئة ألف يجي الألف ألف يعني. ومن ضمن الغنائم أنت عندك ماذا؟ عندك الجواري، وعندك النساء والعبيد والغلمة. فأنت لما تروح تعمل غزوة ترجع أنت خلاص عشت 50 سنة قدام، عندك أملاك وأراضي وناس وعمال وصناعية ومزارعين، أنت فقط تجلس وهذول اللي بيعملوا لك المال يعني، أنت ما تحتاج تشتغل، هذول هم اللي يعني إقطاعية بامتياز يعني بامتياز. ما عندك صوت أستاذ؟ أستاذ ما عندك صوت؟ صوت ها. نعم. لو الإسلام قام على شنو؟ قام على الغزو والسلم. حتى يعني والإسلام ما نجح بزمن البعثة إلا بعد الهجرة، عندما قرر الرسول شن الهجمات وقطع الطرق، قطع طريق قافلة بني سفيان واشتغلت ونجحت العملية واستمرت 80 سرية وسرية وغزوة يعني مو شوية، خلال جدول من سنة يعني خلال 10 سنوات، خلال 8 سنوات، أول سنتين وكان كان حتى يشدون الحجر على بطنهم من الجوع، ها بو بالمدينة مو لكن مع ذلك يعني. فصارت هو الإسلام لا ما يعني هو ولو الآن أنا أجزم بأن الإسلام لو كان خرج في زمن مثل هذا الزمن ما كان راح يكتب له نجاح، ولكن هو خرج في الوقت والزمن المناسب والمكان المناسب يعني عند الناس المناسبين يعني. ولذلك الإسلام مثلا لو كان خرج في كانت في دعوات نبوة، دعوات إصلاحية كذا بين هنا وهناك، الناس ما كانت تتقبل مثل هذا الجيش، لأن عندها رفاهية الملك ورفاهية العيش ورفاهية الدولة والمملكة والنظام والمؤسسة وكذا، مش لأنهم كانوا أحرار وكذا، ولكن في نظام. الإسلام لما خرج في هذه البقعة، أنا يعني حاولت أن أتكلم في هذا الكلام في رمضان صراحة، ما صارت في فرصة عن التاريخ الإسلامي من قبل الرسالة إلى قيام الدولة العباسية. فهو الإسلام لو خرج في غير هذه البقعة صعب. لماذا؟ لأن أنت خرج في منطقة ما فيها مؤسسة حاكمة متينة مثل الروم أو الفرس أو مصر أو اليمن أو يعني حتى الشام يعني الذين كانوا يعني تبع للروم، ما كان عندك هذا الكلام. ولكن هو اللي ساهم بانتشار الإسلام هو أنه خرج في بقعة من الأرض، هذه البقعة كانت يعني غير محل طمع الآخرين، فأنت استطعت أن تتوسع في هذه الظروف العشوائية، وخصوصا أن العرب ما كانوا على قلب رجل واحد يعني. أنت مثلا عندك عرب مكة وتحالفاتهم غير عرب الطائف وتحالفاتهم، غير عرب المدينة وتحالفاتهم، غير عرب نجد وتحالفاتهم، غير عرب البادية وتحالفاتهم، غير القبائل. فأنت سهل عندك أنك تستقطب كل قبيلة لحالة بدل ما تستقطب مؤسسة حاكمة كاملة. هذا ما لم يستطع الإسلام أن يفعل هذا الشيء. ولذلك ولما أرسل الرسائل إلى مصر وإلى الحبشة وإلى الفرس في العراق و تم اثبت عدم صحتها. كيف تم اثبات عدم صحتها؟ ماكو شيء يعني هو بغض النظر يعني اذا صحيح او لا، هو هذه هو لم يستطع ان يقنع اي احد له قوه كبيره بانه يدخل في هذه الرساله يعني. والذين دخلوا في الرساله هم الذين في هذا المحيط، والذين اصلا ما كان لهم شان كبير يعني دولة منظمة يعني. كان سهل جدا أنك تتوسع يعني في هذه البيئة. لا هو كان غيور لأنه ما دخلوا بدار الندوة، ودخلوا ذاك العمر صغير حكم بن هشام، ودخلوا عمر بن الخطاب دار الندوة مال يعني مجلس الشورى مال مكة قبل بيان محمد يعني أثناء البعثة. فزعل وسوى، قال ما عليه بسيط انتظروني أنا لكم. وهناك تفاسير كثيرة. لا ما كثيرة عنها. هاي حسب القصة يعني هو لا هو لا 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 القصة هو فيها أوجه كثيرة يعني. هناك من يقول جاوبه قال أنت مالك أصل كيف؟ يعني أنا ما أدخل بهاي التفاصيل لأن مو موضوعي الإسلام. نعم هو هناك كلام كثير على شخصية محمد يعني كيف هو وكيف جاء له هذه الفكرة يعني هل كان عنده هواجس وهلوسة أو هل كان عنده استماع لليهود، في كلام كثير يعني. هو بس يكون تحقيق هذا الكلام شوية صعب حتى نوضح الفكرة انه هذا الموضوع اليوم الحلقة انه هي انه احنا نريد نوصل الى نتيجة بانه هل ان الايمان له علاقة، الايمان معناه المتعارف عليه، ايمان
معناه أنه قضية لا يمكن أن تكون غير شخصية، لا يمكن أن تكون عملية جمعية وعملية طاعة، إنما عملية تصدر من القلب وبدون ضغوط. إذا كان تعريف الإيمان هو فقط مجرد تصديق القلب فهو بالضبط مثل ما تقول، وإذا دخل في الإيمان أعمال الجوارح ونطق اللسان فالأمر يختلف. لا، ما هو هنا القضية، إحنا هذا التفصيل هذا الثاني مرفوض، لا يمكن، لأنما هذا التفصيل لا يمكن، يعني تعاني وما أؤمن، يعني شو أسوي؟ يعني هل أنت تجبر، يعني قال لك إذا أنت ما تؤمن أنا قتلك كفرة، إذا هذا مو إيمان، يعني كيف ممكن نسميه إيمان؟ بس ممكن تؤمن وتمتثل. لا، ما يكون إيمان، أنت تجبرني يعني، شو أسوي لك أنا؟ يعني لا، ما هو إيمانك يعني يستوجب هذا الكلام، أنا ما أجبرك، هو إيمانك يستوجب هذا. أنت إذا قلت أنا أؤمن بالله والله فرض علي الصلاة فأنا أصلي أمتثل أوامره. لا، تطلع برمضان يطلع فاطر يخلوك؟ لا، هذا كلام مبدئيا الإيمان بالإسلام ليس لا ينطبق على معنى الكلمة أو مفردة الإيمان اللغوية والإصطلاحية. التعريفات الفقهاء كان التفاف على الموضوع محاولة ل يعني أنا هاي قضية مقتنع بها، إنه لا يمكن أن تجي تقول لي أنت الإيمان هو يعني أوكي، قل لي الإيمان عمل ما عمل، وحجة الحريق والحريق، هاي قضية لا مختلفة تماما. أنت تخليني أؤمن بشيء مختلف كثير. إذا تفكر فيها شوية بعمق تراها أنها جدا منطقية. ليش؟ لأن إذا الموضوع حتى أنا مو قلت لك عندما تروي لي حادثة إنه أكو شجرة وراء الحائط مثلا، فممكن نروح ونشوفها، هذا مو إيمان. أنا ما قاعد أقول كذاب، أو أنني القضية مو من قلبي، لأنه أنت ممكن أنت تضحك عليها مثلا، بس أنا عندما أقول لك أكو إله راح تعبده وهذا الإله كذا، هذا موضوع ثاني، هذا لا يمكن. يعني أكو مصطلح بالفلسفة راح من بالي، يعني لا يمكن أن تجمع يعني مستويين أو كاتيجوري أو مستوى منطقي مع مستوى يعني شيء ما لا ينسجم، لا يمكن أن تقال، يعني لا يصلح القياس بهذه الطريقة. كيف تفسر أن المسلمين كانوا يمتثلون للطاعة ويؤمنون بالله وهم في أشد أنواع الاستضعاف في مكة؟ من هم كانوا يصلون مثلا؟ ما كانوا يصلون، بغض النظر حتى لو اثنين، ولكن هو كان يصلي وكان يؤمن بهذا الذي يخبره به محمد. هذا ما تعرف شنو الأسباب المادية وشنو كان أصدقائهم بينهم، يعني أنت صديق أنا صديق بك، يعني شنو المشكلة؟ هو من صديق من صدقك، صديقك كمان صدقك غير صاحبك. وهذا الذي نقول الآن، مثلا إذا أنا أؤمن بالله وامتثل لأوامره، انا اشوف ان الله امر بامور وانا اطبقها، وين الاشكاليه؟ ثم من صدقه منهم ابو بكر وعمر واثنينهم، يعني واضح انه العمليه انه قبضوا ثمن ايمانهم، انه كانوا راهنوا على الحصان الرابح ونجحوا بالعمليه، وهذا صار خليفه اول وحولها على الثاني والثاني أخذ الخلافة. هذا الآلة أنت تدخل في نوايا الناس أستاذ منصور. لا مو نوايا، لا يعني هذا واقع تاريخ. هذا الآلة أنت تحكم على الله، أنت الآن تسلب الناس حتى حق الشخصي بأنه يؤمن وما يؤمن. لا والله أنت ما مؤمن، لعلمك عمر ألغى أشياء مع العام الرمادة والهذا، ألغى أشياء وقالوا شعلي القرآن من ألغى، لأن يعرف شو قضية. وحتى بعدين من يوم احد بوس انهزم على الجبل، عشان ترى اعرفهم واحد، لا تخلينا استاذ ما ادري هل الصوت عندي يقطع ولا عندك؟ على كل حال انا اعرف حتى لون الدشداشه كان يلبسها محمد وعمر. بس هذا قبل 20 سنه، بعد ما ادري بيه. انا ما ادري، ما مع الاسف ما سمعت كلامك، الصوت كان يقطع بشكل كبير. ما لا اقول لك، يعني هم كلهم دافعين سوا، يعني هم أصدقاء بيناتهم، وهم راهنوا على الحصان الرابح، وهم أصدقاء، وفعلا أنه راهنوا براهنة صحيحة، والرجل عمر صار خليفة وذاك صار خليفة أبو بكر، وهم كانوا بفلوسهم، يعني الرسول شو كان عايش بفلوسهم، يعني هم كانوا تجار، وبعد ذلك قبضوا الثمن ممتاز يعني. وعمر أيضا رجل يعني
يعني ما قصر، كان هو شنو لما عمر ما صارت دولة إسلامية يعني بدل الخلفاء هو هذا الكلام هو ممكن نقوله بعدين لما هاجر لمكة لا للمدينة، ولكن لما هو كان بمكة إيش هو الحصان الرابع بينك تحادي العرب كلهم وتحادي القبائل كلها؟ لا لا هو كان محمد هو عمر كان يحمي هو كان قال اللهم انصر الإسلام بأحد العمرين شنو، فهو كان عمر وأبو بكر هما الاثنين مزلاقين، وعثمان خطية خلصوا فلوسه وأخذها، وبعدين كلهم حصلوا كلهم يعني عمر أخذ الملك وأبو بكر وعثمان ثلاثتهم كانوا يعني هم اللي كانوا يصرفون على الرسالة وعلى البعثة، وبعد ذلك اجى يعني الفتى على المشروع ولا ها اي يعني المشروع على المشروع يعني اي يعني عثمان شنو عثمان يعني ما عنده هو وثلاثتهم اصلا مو بس ابو بكر وعمر وعثمان ثلاثتهم ما عندهم ذيك يعني مو مثقفين يعني ما عندهم ذيك شلون اقول لك هاي العبقريه مال محمد يعني الفكريه والثقافيه والمعرفيه والايماني والدينيه يعني ما عندهم، بس عمر يعني بيه مجال عمر شويه يعني كان يقرا نصوص التوراه ويطلع وكذا، وحتى محمد قال شيلها لا تدور لنا مشاكل لا تفتح لنا باب شايفه صحائف التوراه بيده وقال قال احنا مو جبناها بيضه وناصعه بعد شكت الدور وراي على كل حال ما خلينا ساكتين يلا كلام جميل هسه اختم الموضوع بعد يمك يعني. لا هو الكلام جميل اكيد، وانا اعتقد انه ما حصل من يعني من خلافات حول مفهوم الايمان اثاره لم تنتهي حتى يومنا هذا، ومن الجيد ان المسلم في هذا الزمان يعني ينظر الى هذه الامور ولا ياخذها على انها مسلمات ان هذا موجود بنص من القران، لان انا بعرف انه كثير من الناس عندهم هذا التشدد وهذا التعنت على شغلة هو حقيقة مش موجودة لا في القرآن ولا في الأحاديث، اللي موجود هو استقراءات من قبل العلماء، بعد ذلك هذه الاستقراءات آراء هؤلاء العلماء تحول إلى قوانين ما يعني راح طبقت علينا وأصبحنا ندفع الثمن لمئات السنين الله أعلم ربما لآلاف السنين يعني حتى ما نعرف يعني شي راح يصير قدام. وهذا الموضوع هذا الخلاف في هذا الإيمان وهذا، والإيمان إن أردت أنك تؤمن بشيء ولا تضر أحد على الأقل يعني أؤمن بقلبك وعامل الناس بخلق حسن مثل ما يقال يعني واترك الخلق للخالق يعني. إيمان بالقلب خطير، ناس مساكين ومصريين أختم لك هاي الكلاوات مالتهم حتى تعرف يقول لك إن أنا يثبت السلف هاي نسيت أقولها أن الإسلام لا ينتفي بارتفاع ركن من أركانه ولا بانتفاء جميعها عدا الشهادتين، هذا الكلام لطيف طبعا هذا كلام نص المرجئة هذا ما يقوله إلا المرجئة لا هم يقولون الآن حكمك إذا آمنت بهذا الكلام أنت جامي هذا يسموه جامي محترق أستاذ منصور لا السلف أنا ما أعرف هذا كلام السلف لا هذا الكلام ليس كلام السلف أي فهم يعني هم ايش يسوون يعني هذا كلام للعموم اقول للتسويق تسويق الاعلاني يعني والكل يقول سلف يعني وما في حدا ما يقول سلف بس يعني يقول ان الاسلام لا ينتفي بانتفاء ركن من الاركان ولا بانتفاء جميع يعني فخلطة عجيبة فسنجون هو تعرف هذا الكلام اللي تقول انه هذا الشيء لا ينتفي يسموها الدليمية هذا الدليمية بالضبط هو تعرف هذا الكلام اي واحد دارس اصول الفقه يعني مو الفقه ها الفقه شيء ثاني اصول الفقه الأصول الفقه هذا اللي يعني هو ليش اخترعوا هذا العلم على أساس يرقع الليلة يعني يضبط الليلة وهذا العلم هو شغلته وهذا الكلام أي واحد دارس أصول الفقه يعرف أنه الركن انتفاء الركن من أي شيء من أي حكم يعني انتفاءه يعني إذا انتفى الركن من الصلاة معناته الصلاة باطلة إذا انتفى الركن من الصوم معناته الصوم باطل إذا انتفى الركن من الحج معناته أن الحج باطل إذا انتفى ركن من الإسلام معناته أن الإسلام باطل ما عاد إسلام فهذا الكلام مش سليم يعني لا أنا ما أقول لك سليم هذا الكلام الدعائي مرات يقولونه عادي لا إيه يعني هم كذابين وقلت النفاقتهم طبيعي إيه. يعني يعني هو رجل الدين إذا ما منافق يعني شو يبطل يعزل يروح بيته ما سلم يعني لازم يكذب وينافق يعني ما عنده حل آخر
يعني هو كل هو يقيم وهم في على غيمة في الريح، يقيم قلعة جبارة اسمها علوم وعلوم أركان وفقه وصول، ويقول لك تجاهل بهذه العلوم وعليك أن لا تفقه بهذه العلوم. هو مقيم علم على 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 شفا جرف انهار كما يقول. أنا أريد يا ريت لو بمناسبة هذه العلوم أريد إذا صارت في فرصة نتكلم عن أنها نسبة القرآن والتواتر يعني لمحمد للنبي محمد، لأنه هذه أكبر كذبة موجودة على 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 الكرة الأرضية. أنت كبير يعني أنا ضعيف بعد. أنا هذا أنا طبعا أتكلم مع أي واحد هذا خذها مني أنا. أي واحد يقول لك لا هذا القرآن وصل لنا بالتواتر، قل ممتاز اذكر لي هذا التواتر من زماننا إلى زمن النبي محمد. أوكي. هذا العلوم اللي إذا تيجي سنين نسوي ما أدري، ولكن ممكن يعني ننسق مع بعض أكيد ما عندي أي مشكلة ونتكلم عن التواتر وتعريف التواتر وعرضنا هذه الأشكال. لا أنا ما أحب هاي السؤال تفصيلية قليل عندي خبرة. لا بأس ولكن ما رأيك أننا نتكلم في موضوع الغيب لأنه هذا هو المحور الثاني من الـ من الـ من المادة إذا تحب. الغيب اللي إحنا الآن تكلمنا عن الإيمان، والإيمان هو الإيمان بموضوع يعني إشكاليات كبيرة جدا من الغيبيات. نعم. إذا ممكن نأخذها يعني على جنب في مساحة قليلة جدا. هذا عادي والميتافيزيقا أوكي. اليوم الأستاذ حاتم كمان كان منورنا جميل جدا، وأتمنى إنه ما يكون مل من الحديث، والأخوة إذا كان فيهم أخوة آخرين يستمعون. والله واخر شيء قال بصراحة اليوم حلقة ممتعة وتحول. لا والله موقف كان ممتاز بالله العظيم. احنا سوينا صفة هاي كل مرة نسويها صفة نسوي شنو أستاذ؟ نسويها بالصفة يعني بدون استعدادات قوية يعني. هو بيكون أنا دائما أقول إنه الأجمل الحوارات هي التي تأتي هكذا يعني ارتجالية، وما يكون يعني فيها تحضير يعني يكون هذا تبع الواحد يروح للجامعة ويستمع لمحاضر يعني أو يستمع لشريط، ولكن هذه الحوارات يكون أجمل ارتجالية. أنا برأيي إنه مثلاً نسويها بطريقة شنو إنه أنت تقول قولك مثلاً حول موضوع محدد، وهذا يعني ينشر بشكل منفصل، وأيضاً أنا أقول قولي وينشر بشكل منفصل، يبقى هذا الحوار هذا يبقى للجميع يعني. يعني يصير ثلاثة أجزاء نعم. إيه. وهذا أستاذ حاتم كمان بيوافق على موضوع الغيبيات لأنه إشكاليات الغيبيات هي أيضا كبيرة، ولكن نأجلها للجلسة الثانية الجاية. إن شاء الله. إن شاء الغيب. لأنه هو الأصل الإيمان هو شو؟ قالوا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. لا بالعكس، هو طلع انه الشك هو افضل شيء بالحياه الانسان، الشك هو المفيد، هو المثمر. الايمان دائما يعني شكل قطعان. على كل حال هذا موضوع اخر عمنا. يلا تصبح على خير وشكرا جزيلا. تصبح على خير وشكرا جزيلا، وتحيه استاذ حاتم. شكرا مره ثانيه استاذ منصور، ويكون لنا لقاء ان شاء الله. كيف؟ انا مصر على انه الايمان لا يوجد شيء اسمه إيمان بالدين الإسلامي تحديدا، وهاي كلمة موجودة فقط للشعارات يعني لطيفة لا أكثر. هو أهم شيء بهذا الاختلاف اللي بيناتنا أننا ما بنكفر بعض ونشيل السيف على بعض ونبيح دماء بعض، يعني هذا هو أهم شيء. تعريفك للإيمان وتعريفي للإيمان لا يضر لأي شيء. هو أنت بس تلتفت هيك أخوك يعني على أي شيء يعني. هو التكفير جزء رئيسي من الدين يعني. فوزي اهلا وسهلا استاذ فوزي، وشكلك اتيت متاخر. فوزي الغرباوي مع الاسف يعني. يلا شكرا جزيلا، وشكرا للاصدقاء ومساهمتهم، ونتمنى نكون قدمنا شيء نافع ومفيد للجميع. مع السلامه والى لقاء قريب.